كلام بجد شد وجذب، خد وهات وهات وخد، بص شوت عدي فوت، لا ملعوبة حلوة موت، ما تخافش على الأهل. عندما يصبح الوصول إلى الحقيقة يكمن في السؤال الصحيح قبل الإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك الكتابة أينما كنتم. خطأ متعمد، تبتدي بالسؤال. أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك الكتابة، الحلقة اللي بدأها المهندس عدلي بالهرم المقلوب، حب يستهل الجملة الاستهلالية ربما لا أهميتها قبل الترحيب بحضراتكم ليكم كل التحية في الحلقة التي تحمل الرقم 715. لكن ليه الهرم المقلوب؟ أقول لك ليه. كل المشاكل اللي أنا شفتها في الفترة اللي فاتت تكمن أن أحدا لا يسأل السؤال الصحيح فلا يصل إلى الإجابة أو الحقيقة. صحيح. فأنا قلت عشان الناس تهتم قوي بفكره السؤال الصحيح عايز اعمل حاجه من هذا القبيل. يا استاذ ابراهيم، الحقيقه تكمن في السؤال الصحيح. وبحثا عن اجابه صحيحه للسؤال الصريح، هذه ابرز العناوين. مقالي ومقاله حفاوه لها تاريخ. الغربال ولا تزال نبوءة المايسترو تتحقق. وبعضمة لسانه الفار تحت التعديل. والشموع الحمراء عن إدريس راغب باشا. لكن أسرار الملك عن نسر قرطاج. وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. الحقيقة هذه أيام مصر الطيبة، أيام العزة والكرامة، أيام يمر فيها 48 عاما على واحد من أهم أحداث، إن لم يكن أهم أحداث مصر التاريخية، يوم استعادت فيه مصر كل معاني الكرامة، كل معاني العزة، كل حقوقها المهدرة، وأثبتت للعالم أجمع أن المصري إذا أراد فعل. هكذا كانت كل الدروس من حرب أكتوبر المجيدة 1973 يا باشمهندس. ما أجمل يا أستاذ إبراهيم أن تكمن كل أسباب الزهو في تاريخك. حقيقي الحاضر مهم، ولكن الاعتداد بالتاريخ هو الذي يلهم الحاضر أو يستشعر في المستقبل كمان. أنت بتتجاوز كل ده أنك لما تتأكد قد إيه الحاضر بتاعك كان عظيم، فلا تتنازل عن الماضي بتاعك كان عظيم وتاريخك كان عظيم، فلا تتنازل عن هذه العظمة. أنت كل حقبة من زمان تستطيع أن تبهر العالم بشيء صنع في مصر. نصر أكتوبر من A to Z صنع في مصر. عشان كده كانت هذه الدروس الملهمة الحقيقة، يمكن دروس أكتوبر وكل ما فيها من إلهام للشعب المصري كله وللقوات المسلحة على وجه التحديد، اللي رسمت هذه الصورة وهذه الملحمة الرائعة منذ 48 عاما. اليوم تستلهم هذا الدرس في معركة العبور الجديد والوصول بمصر إلى معدلات أعلى في التنمية والبناء والتعمير، ما استحق معه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية كل أبناء الشعب المصري وحفاوة كل المصريين بما يتحقق على أرض مصر من منجزات كبيرة جدا لعلها تذهل العالم كما أذهل المصريون العالم في 73. شوف، لما تتربى على مقولة خير أجناد الأرض في إشارة إلى المقاتل المصري أو الجندي المصري، وتبص تلاقي تاريخك بيفسر لك هذه المقولة وبيدعمها. ما أظنش اللي احنا بنشوفه دلوقتي من الأداء شفنا تأثيرها على المنطقة المحيطة وعلى العالم تقريبا. فيأتي الجندي المصري يعني يكون هو فعلا خير أجناد الأرض
في هذه اللحظة ويقي هذا البلد كل الشرور. فلا تملك إلا أنك تؤازر وتساند وتعجب وتستلهم وتذهل أنت في شغلك بتدهش العالم بتبقى يعني عايز تكون أنت كمان كجبهة داخلية أنت بتحارب معاهم مش صحيح. معقولة تسيبهم لوحدهم صحيح. وعلشان كده تقديرا وعرفانا وامتنانا واعتزازا أرسل النادي الأهلي أو مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة نصر أكتوبر هذه أو هذا نصها. مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يوجه هذه التهنئة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمشاعر يملأها التوقير والتقدير، يطيب للنادي الأهلي ومجلس إدارته وأعضائه وجماهيره أن يرفع لسيادتكم بكل الحب والاعتزاز أسمى آيات التهاني بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي ستظل مصدر فخر واعتزاز الشعب المصري بقواته المسلحة درع الوطن وسيفه، والنادي الأهلي الذي يعتز بنشأته الوطنية ويتشرف بتمثيل بلاده في المحافل القارية يجدد تهنئته لسيادتكم ويعاهدكم أن يكون دوما في الصفوف الأولى لمعركة البناء والتعمير والتطوير التي تخوضها بلادنا تحت قيادتكم الرشيدة للعبور بالوطن إلى ما يستحق من مكانة رفيعة. وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير لمصلحة البلاد. خطاب مستحق إلى من يستحق. خطاب يعكس حقيقة مشاعر صادقة من أول المعنى وما هو مكتوب إلى كيف كتب. أنا يعني فكرة دافئة جدا شخصية جدا أن يكتب هذا الخطاب بخط اليد. بهذا الخط الراقي لأنه بيحمل معاني شخصية. ما هيش آلة. يعني أنا أما بيجي لي حد بصراحة يعني بيبعت لي تهنئة تليفونية اللي هي فيها وردة وبوسة ومش عارف إيه كتر خيرهم، بس بحس إن التليفون اللي بعتها لي بتملأ أسامي وبتبعت. لكن عندما تكون حاجة موجهة إليك بهذا الدفء بخط اليد كل كلمة فيها مقصودة ومستحقة. كما وجه مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب التهنئة أيضا إلى سيادة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر ولكل أبناء القوات المسلحة اللي الحقيقة حتى في معركة البناء. يمكن تهنئة النادي الأهلي للسيد الرئيس أشارت إلى أنه النادي الأهلي في الصفوف الأولى في معركة البناء والتعمير والتطوير، لأنه ما يشهده الأهلي من أعمال إنشائية وبنائية وتطوير للبنى التحتية بمشاركة رجال القوات المسلحة، لأنه لو تفتكروا حضراتكم كل مشروعات القوات المسلحة الهيئة الهندسية تشارك النادي الأهلي في إنجاز كل هذه المشروعات الكبيرة اللي أيضا بيتفاعل فيها الأهلي ويتسق مع ما تشهده مصرنا الغالية من تعمير وتطوير في كافة مناحي الحياة. أعتقد هذه الصور حضراتكم تابعتوها في كل مناسبة، هتلاقوا دايما وأبدا حرص النادي الأهلي ومجلس إدارته على المزيد من التطوير في كل فروع النادي. تقريبا فرع الأهلي الجديد في التجمع الخامس يا باشمهندس أوشك على الانتهاء وينتظر الافتتاح بإذن الله تعالى، كان بجهود رجال الهيئة الهندسية مؤكد. أصل يعني أنت يعني لما تشوف النهضة التي تشهدها مصر تحت رعاية هذه الهيئة المحترفة الموقرة أنت عايز تضمن سرعة التنفيذ، جودة التنفيذ، الالتزام، كمان الشفافية. تبتدي بالشفافية المالية لكل مراحل التنفيذ. مين أفضل من اللي بنى مصر وانت جزء من مصر؟ فبتروح له بتختصر المسافات. والحقيقة يمكن الحرص الكبير للنادي الأهلي على أنه يقدم لعيبته وفرقه الرياضية ومنشآته في أفضل صورة، ده وجود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللي ما زلنا بنقول اللي قلناه المرة اللي فاتت. النادي الأهلي أعتقد يا سيادة الوزير يستحق منك التهنئة
ويستحق منك مكافأة أبطال الدعم. أفريقيا على التاسعة والعاشرة بحقوقه. أه بالظبط، يعني ادعمني التاسعة والعاشرة اللي أسعدت الشعب المصري كله وجماهير الأهلي. أعتقد الدكتور أشرف صبحي كراجل رياضي كمان لا يبخل بها عن تقدير هؤلاء الأبطال وما حققوه. كمان النادي الأهلي يرتب لاحتفالية كبرى خلال الأيام القليلة القادمة بمناسبة ذكرى أكتوبر. والحقيقة يمكن أهم ما تحمله فكرة الاحتفال هو استلهام الدروس، لأنه إحنا 48 سنة فاتت، صحيح الدراما المصرية حتى الآن لم تفي الحرب أكتوبر بحقها المستحق، حتى كل الناس بتتكلم هنفضل لإمتى كل سنة نقول، بس الدراما المصرية للأسف ما سجلتش. لا وما تسمع قصص البطولات تستغرب بما يستحق. ده تدي لك دراما لخمسين سنة جايين. يعني لما تسمع الأبطال وما بيتكلموا على وقائع البطولات، كل واحدة فيهم يعني كل قصة من دي عايزة فيلم. فالحقيقة آن الأوان بقى تاريخنا يتعرض موثق من خلال الدراما بإذن الله تعالى. زي ما بقول لكم الأهلي يرتب لاحتفالية كبيرة بمناسبة أكتوبر مع النادي ورموزه وأعضائه، لعل يكون فيها استلهام لروح أكتوبر ولمزيد من التحدي في البناء والتعمير، لأنه هو ده الهدف من الاحتفال بالمناسبات الكبيرة. إزاي أقدر أستخلص منها الدروس والعبر، وإزاي أقدر أستلهم منها الروح اللي تقدر تحقق لي الكثير من الإنجازات إن شاء الله. وكلكم عارفين أنه إنجازات الأهلي على الأرض في مقراته المختلفة الحقيقة مدهشة جدا. في خلال هذه الدورة يمكن عما قريب هيحتفل بافتتاح 4 صالات كبرى لمختلف الألعاب في أهل الشيخ زايد. فرع الأهل الجديد في الشيخ زايد بيحظى باهتمام كبير من مجلس الإدارة، حيوشك النادي على افتتاح ملعبين لكرة القدم بالإضافة إلى 4 صالات متنوعة لخدمة أعضاء الأهلي في الشيخ زايد. شأن ما حدث في مدينة نصر من نقلة كبيرة جدا وتطوير شامل لكل مقرات النادي في مدينة نصر بعد الجزيرة المقر التاريخي، وانتظارا لآخر العنقود في التجمع الخامس إن شاء الله. إن شاء الله. وأنا يعني لو الدكتور أشرف صبحي يتذكر لحظة وضع حجر الإساس، هل كان يتوقع أن ينتهي العمل ويفتتحه برضه ممكن هذه الأيام؟ ممكن جدا يفتتح هذا الفرع هذه الأيام ويصبح صالح لاستقبال الأعضاء. نتمنى أن الموضوع ده يعني يحظى باهتمام. ده كان يمكن الملخص السريع عن ترتيبات الأهلي للاحتفال بنصر أكتوبر إن شاء الله. ومن نصر إلى نصر، لأنه الحياة حتى في إطار هذه الروح يتطلع منتخب مصر غدا إن شاء الله إلى العبور، بس هذه المرة من عنق الزجاجة. عارفين أنه تعبير عنق الزجاجة كما لا يكون اتخلق للكرة المصرية في كل مناسبة، وفي كل إينا في عنق زجاجة عايزين نطلع منها. فهذه المرة مع الأشقاء الليبيين، المنتخب الليبي يتصدر هذه المجموعة ومنتخب مصر بيرحقه. هنلعب مباراتين يوم الجمعة ويوم الاثنين. يوم الجمعة في برج العرب الساعة 9 مساء غدا إن شاء الله، ثم يسافر الفريق مباشرة إلى ليبيا عشان يقدم مباراة العودة يوم الاثنين. محتاجين إيه؟ محتاجين نكسب في المباراتين علشان نتصدر أو نستعيد صدارة المجموعة ونصعد للدور الأخير في التصفيات. أنتوا عارفين إنه أفريقيا كلها 40 دولة متقسمة إلى 10 مجموعات، كل مجموعة فيها 4 منتخبات بيلعبوا مع بعض رايح جاي، وفي الآخر هيطلع الأوائل، يعني هيصعد 10 منتخبات. طب يحصل إيه؟ هيروحوا متقسمين 5 و5 حسب التصنيف، وتتعمل قرعة، واحد من التصنيف ألف هيلعب واحد من التصنيف ب، ماتش رايح جاي، واللي يكسب يروح كأس العالم في الدوحة نهاية العام 2022 إن شاء الله. يعني مباراة ليبيا فعلا مباراة مؤثرة جدا في المجموعة علشان نقدر يبقى عندك فرصة إن تلعب الراوند الأخير. يعني الموضوع لسه فنتمنى إن شاء الله كل التوفيق. المنتخب الوطني بيواصل استعداداته، انتوا عارفين كل الأجواء اللي موجودة في المنتخب. كارلوس كروش بيفرض سيطرة شديدة جدا على المنتخب. ايه رأيك في الدوشة المثارة؟ يعني هو انا اقول لك رأيي لما اشوف القرار او القرارات التي اتخذها ادت الى ايه. يعني الراجل كل المعلومات بتقول ان عنده شخصية قوية، وانه زي ما بيقولوا كده شرطه من دماغه. ايوه.
لكن دماغه ما فيهاش الداتا الكاملة اللي تسمح انه ياخد القرارات المؤكدة. ايوه. فهو خد القرارات من وحي الأيام التي عاشها مع سواء في دراسة اللاعبين أو في المعايشة الطبيعية خلال المعسكر الماضي. ما أقدرش أنا ألوم أو أحاسب على أي قرارات دلوقتي. من منطلق إن إحنا دايما بنعترف أن القائمة وطرق اللعب واختيار الفريق ومش عارف إيه حق أصيل لا يجب أن يناقش في وسائل الإعلام إلا من خلال باب النقد الذي لا ينبغي أن يكون ما عملتش اللي إحنا بنقوله تبقى أنت غلطان. إنما إحنا بنقول وإحنا على البر بنقول ملاحظاتنا كده. لما بنقول مثلا قفشة ومحمد شريف، لأن قفشة لما كنت بتسأل أي حد مين أحسن لعيب الموسم الماضي كان قفشة بالظبط. طيب فالدهشة جاية من كفاءة ونجاح الاثنين، والتاني هداف برقم ما حصلش بقاله كام سنة بالزبط. وكان الموسم الماضي بينافس على هداف الدوري، وآخر مباراة جايب الجونين في ليبيريا مثلا. لكن هو يجوز هو طالب في الماتش ده حاجات، يجوز شايف ان هم مجهدين. وعلى فكرة الكلام ده صحيح انا سمعته. لكن هو من حقه ما يبررش. انا يعني في ناس تقول لك وانا كل ما اخد قرار هطلع بره الاعلام ليه؟ لكن عنده رؤية، اهم حاجة يكون اللعيب عارف هو انضم ليه ومشي ليه ومشي عشان يعمل ايه. أيوه. مش مشي ليه مش عشان يعمل ايه. ويبقى الباقي بتاع اللعيب انه يسترد تاني القناعات. فانا مش عايز ان انا لا اكون شخصي ولا ابص لها من منظور الاهلي ولاعيبه الاهلي، لان بالتحيز السطحي ده انا ممكن احيانا انحاز لشيء مش سليم. صحيح. ويقلب معايا انا بعد كده، ويقلب انت يعني ارسخ لمبدا خطا ادفع انا ثمنه كمان. لا، ما انت هتيجي اللحظه دي على المدرب بتاعك بالظبط، انه هيجي يركن لعيب انت عايزه يلعب. بالظبط، ما هو شايف حاجه. فخلينا نحسن الظن، نبدا بحسن الظن. ما يجبش ان احنا نقعد ايه نرتاب ونرتب اسباب عشان تضايقنا. يعني احنا عايزين نقف ورا منتخبنا، وانا متاكد ان اللعيبه اللي خرجت اول ناس عايزه المنتخب يكسب. بالتاكيد لان دورهم جاي انا من حيث الكفاءه هيرتاحوا، هيفرضوا نفسهم، هيرجعوا. بالتاكيد. خلاص، فمش عايزين يا جماعه اي اسقاطات ملهاش لازمه تؤثر عن مؤازرتنا لفريقنا وتمنياتنا وربنا ودعواتنا كلنا ان ربنا يوفقنا في اجتياز هذه العقبات. وده دور النادي الاهلي اللي دايما كان الجزء الأكبر من الدعم للمنتخب، عمره ما كان أبدا جزء من مشكلة للمنتخب الوطني خالص، لا هو ولا جمهوره ولا لاعبته ولا إدارته. باستمرار الأهلي هو الجزء الأكبر الداعم للمنتخب الوطني. سيبنا من مين اللي يجي من اللعيبة، مين اللي يروح من اللعيبة، ياخد كام من النادي الأهلي، ما ياخدش أي لاعب من النادي خالص، يبقى ده منتخب مصر اللي ليه فعلا علينا واجب المساندة الكاملة والدعم التام، خاصة إن الكرة الأفريقية بتتغير وبتتطور. النهارده مفاجأة كانت مدهشة جدا، منتخب نيجيريا بيخسر في ملعبه من أفريقيا الوسطى، في ملعبه في ليجوس. ليبيريا الراس الأخضر بيكسب ليبيريا 2-1، بنين كسبت تنزانيا 1-0، الكونغو الديمقراطية فازت على مدغشقر 2-0، أوغندا بره ملعبها كسبت رواندا 1-0، وغينيا الاستوائية في ملعبها فازت على زامبيا 2-0، امبارح كان السودان وغينيا 1-1، والمغرب فاز على غينيا بيساو 5-0. ماتش تونس وموريتانيا شغال دلوقتي، ومالي وكينيا ايضا مستمر. بكره يوم الجمعه مع مباراه مصر وليبيا، في الجزائر بتلعب مع النيجر، جيبوتي مع بوركينا فاسو، الكاميرون مع موزمبيق، ملاوي مع كوت ديفوار، وانجولا مع الجابون. اجواء معسكر منتخب مصر والمؤتمر الصحفي لكارلوس كيروش واخر ترتيبات المدرب البرتغالي لمواجهة نظيره الأسباني خافيير كليمنتي المدير الفني للمنتخب الليبي، وغيرها أيضا في تفاصيل كثيرة مع موفد قناة الأهلي للإسكندرية الزميل محمد توفيق. اتفضل يا محمد.
مساء الخير، تحياتي ليك استاذ ابراهيم المنيسي، تحياتي ليك باشمهندس عادل القيعي وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل انا موجود معاكم هنا من استاد برج العرب بالاسكندريه عقب انتهاء اليوم الاخير او اخر استعداد لمباراه مصر وليبيا ان شاء الله غدا في 9 مساء على ملعب استاد برج العرب هنا في مدينه الاسكندريه. يمكن الفريقين خلاص انهوا استعداداتهم بالفعل وان شاء الله يكونوا جاهزين لمباراه الغد باذن الله في اطار مباراه الجوله الثالثه من التصفيات الافريقيه في المجموعه السادسه المؤهله لنهائيات كاس العالم ان شاء الله 2022. يعني خليني اكلمك استاذ ابراهيم باشمهندس عدلي على اليوم من بدايته. يمكن البدايه كانت بالمؤتمر الصحفي لمستر كيروش المدير الفني لمنتخب مصر. يمكن الراجل اتكلم وطلب مسانده الاعلام وقال دايما عايز الاعلام يكون مساند لينا وان شاء الله تفضلوا بمساندتكم دي لينا حتى بعد انتهاء المباراه بالامس. يمكن اتكلم كمان على جاهزيه اللاعبين خاصه الشناوي، يمكن وجه ليه سؤال عن اصابه الشناوي، قال الشناوي جاهز وهو ما كانش مصاب، هي كانت مجرد كدمه وده شيء عادي بيحصل في التدريبات ولكن هو جاهز وان شاء الله نخش المباراه غدا بال 24 او القائمه كامله وجاهزه تحت امر الجهاز الفني. كمان يمكن يسال عن التجانس ما بين اللاعبين المحليين والدوليين، قال طبعا كنت اتمنى الفتره الطول ولكن طبعا انا بشكر يعني الاجهزه الفنيه للفرق المحليه او الفرق في الدوري المصري ان هم اتاحوا لينا ان الفريق يتجمع بشكل مبكر، والمحترفين طبعا كان نفسي يجوا قبل كده ولكن احنا بنشتغل على المتاح وبدانا خلاص التخطيط، واهم حاجه الفريق يظهر بكره بشكل كويس ويقدم مباراه كبيره ويحقق طموح الجمهور المصري. كمان اتسال عن مدى استيعاب اللاعبين للخطه بتاعته وطريقه لعبه، قال طبعا بخبرات الدوليه في المنتخبات المختلفه ما بعملش لاحداث ثوره عظيمه في التشكيل او في طريقه اللعب، احنا في بدايه التخطيط وبدايه الاعداد لفتره جديده والمباريات القادمه، اهم حاجه الفريق يظهر بشكل كويس والفريق يكون افضل من الفريق المنافس ودوت اللي هيتيح ليه الفوز، استحاله تكسب بالكلام او باي شيء غير انك تكون افضل من الفريق المنافس، خاصه ان احنا بنلعب فريق هو رقميا افضل مننا بتصدر المجموعه برصيد 6 نقاط واحنا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط. كمان يمكن نتكلم عن مباراه العوده، قال طبعا ما اقدرش اتكلم عن مباراه العوده، انا بتكلم بس وبفكر بس في مباراه الغد، هي ده كل طموحي وهدفي ان شاء الله انتهي من مباراه الغد وبعد كده ممكن افكر في اي حاجه. كمان اتسال عن التشكيل، قال طبعا انا محظوظ ان معايا هذه المجموعه من اللاعبين ومصر محظوظه بامتلاك هذه العناصر الواعده، قال طبعا انا في صداع من جاهزيه اللاعبين ولكن ده صداع ايجابي وشيء جيد جدا، قال طبعا ده كانت حيره لكن انا سعيد جدا بالحيره دي، واهم حاجه ان الفريق او ال 11 لاعب اللي هيبداوا بكره يتحلوا بالروح القتاليه في الملعب ويكون هدفهم هو واحد بس وهو اسعاد جماهير الكره المصريه. كمان يمكن نتكلم عن الخطه والتشكيل وهل استقر ولا لا، قال مش عاوز اتكلم عن اشياء محدده بعينها، اللي عاوز اتكلم عليه هو هدف واحد بس انكم ان شاء الله بكره هتشوفوا فريق عظيم في الملعب، هتشوفوا 11 لاعب بيقاتلوا من اجل تيشيرت منتخب بلدهم ومن اجل تحقيق الفوز واسعاد جماهيرهم. بعد كده على طول استاذ ابراهيم باشمهندس عدلي كان التدريب الاخير لمنتخب مصر واللي ابتدى في تمام السادسه مساء واستمر قرابه الساعه وربع، يمكن اول 10 دقائق كانوا مفتوحين للاعلام قدرنا نصور التدريب واكيد معاكم صوره منه، اعتقد على الوجوه يعني واضح جدا تركيز اللاعبين، حاله من التركيز الاصرار، حاله من التلاحم، اعتقد حاله معنويه للاعبين ما ظهروش عليها منذ فتره طويله خاصه المحترفين. يمكن محمد صلاح النهارده ظهر بمعنويات مرتفعه جدا، حاله تركيز والتحام مع زملائه عاليه جدا، يمكن من فترات طويله ما شفناش محمد صلاح يعني قريب من وسائل الاعلام، دايما كان محمد صلاح في الفترات اللي فاتت كان بعيد شويه عن وسائل الاعلام لكن النهارده كان مع وسائل الاعلام وكان في تعاون بشكل كبير جدا، وان شاء الله يعني مجهود المنتخب يكلل ان شاء الله بكره بالحصول على 3 نقاط وكمان يكون في صداره المجموعه. يمكن كمان مستر كيروش اتسال عن فرص المنتخب امام ليبيا في المجموعه، قال انا بعتبر التصفيات دي مباراه من 6 اجزاء، لعبت جزئين حققت فيهم 4 نقاط، المنتخب الليبي لعب جزئين حقق فيهم 6 نقاط، هدفي بكره في الاربع يعني اول مباراه من الاربع اجزاء المتبقيه ان النتيجه انا داخل 6-4 لصالح ليبيا، اخرج بكره بنتيجه 7-6 لصالح مصر واكون في صداره المجموعه وبعد كده نشوف الثلاث اجزاء الباقيه من المباراه من بعد المباراه الغد ان شاء الله امام ليبيا. بعد ان غادر المنتخب المصري وصل المنتخب الليبي الشقيق لهنا لاستاد برج العرب بالاسكندريه، ويمكن كان في مؤتمر صحفي المدير الفني المخضرم الاسباني خافير كلامنتي المدير الفني لمنتخب ليبيا، يمكن الرجل في المؤتمر الصحفي اتكلم بشكل اكثر من رائع عن منتخب مصر، وصف منتخب مصر بانه من المنتخبات العظيمه من المنتخبات اللي ليها تاريخ كبير جدا على مستوى القاره الافريقيه والمصنف عالميا وتم ترشحه اكثر من مره لنهائيات كاس العالم، وبالمثل طبعا هو صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطوله الامم الافريقيه. كمان اتكلم عن منتخبنا وقال احنا بنهدف بكره ان احنا نلعب مباراه كبيره
قدام المنتخب المصري. احنا متصدرين المجموعه، لكن مصر تبقى بتاريخها والذخيره المتاحه لها من اللاعبين منتخب كبير. سال كمان عن تغيير الجهاز الفني للمنتخب المصري وهل ده هيكون ليه اثر في مباراه الغد. قال يعني بالعكس، يعني دوت اكيد هيضيف للاعبين على الاقل نفسيا، ولكن حتى المدرب السابق المنتخب المصري ويقصد طبعا كابتن حسام البدري قال كان مدرب اكثر من رائع، ولكن مستر كيروش انا اعرفه اكتر، يمكن احنا اتدربنا وتقابلنا كتير في اوروبا وتقابلنا كتير في مناسبات عده، وتقريبا يعني سننا متقارب، فطبعا هو صاحب خبره كبيره واكيد لمساته هتظهر على اللاعبين. لكن يعني اضاف ان منتخب مصر هو منتخب بالفعل منتخب كبير ومنتخب ليه تاريخ يعني، وحتى كان اداؤه في الجولات السابقه كان اكثر من كمان. السائل على ان منتخب ليبيا برغم من حصوله على 6 نقاط ما كانش بيستحوذ على الكره بشكل كبير، قال انا عمري ما فكرت في الاستحواذ، انا بفكر في حاجه واحده بس وهي الفوز بال3 نقاط، انا ما بفكرش في الاستحواذ قد ما بفكر في الفوز، ودوت اللي يهمني، وده الهدف اللي بلعب عليه كل مبارياته، ساعات بحقق الهدف دوت وافوز وساعات بفشل في تحقيقه، هي دي كره القدم، ما فيش حد بيكسب او بيخسر على طول. كمان السؤال عن المدير الفني لمنتخب مصر والمواجهه امامه بكره هتبقى عامله ازاي؟ قال بالطبع هي مش حرب او قتال ما بين مديرين فنيين، احنا الاثنين كل واحد بيجلس على دكه البدلاء بيلعب باللاعبين المتاحين بالنسبه له، بتبقى مباراه كره قدم في الملعب، اللي يكون التوفيق معاه ويكون اللي خطط له احسن ولاعبته بتخطا اخطاء اقل هو اللي بيكون من نصيبه الفوز وبيحقق ال3 نقاط. وبالطبع احنا بنلعب منتخب كبير، ولكن جايين عندنا هدف ان احنا بنلعب قدام منتخب كبير، ولكن بنلعب على هدف واحد وهو تحقيق الفوز في كل مباراتنا. كمان اتكلم عن محمد صلاح لما تم توجيه سؤال ليه، قال طبعا محمد صلاح واحد من الرياضيين المعدودين في العالم واشهرهم، وقال طبعا ان هو من وجهه نظره ومن وجهه نظر العالم كله ان هو واحد من افضل لاعبي كره القدم في العالم. قال طبعا مصر محظوظه بامتلاك محمد صلاح، واحنا ما عندناش حد زي محمد صلاح، ولكن هنلعب بامكانياتنا المتاحه ونحاول نوقف خطورته، وطبعا بنحترم منتخب مصر ونجم كبير بمكانه والمكانه والمستوى اللي وصل بيه محمد صلاح، ويعني وصفه ان هو واحد من اهم وافضل لاعبي العالم على المستوى العالمي. كمان يمكن نتكلم عن الجاهزيه المنتخب الليبي، سال عن الجاهزيه البدنيه، قال طبعا المنتخب الليبي ما فيش دوري، يمكن اللاعبين كمان ما خدوش راحه بيعانوا شويه، ولكن انا حاولت في المعسكر الاخير ومنذ ان جئت الاسكندريه ان احنا نشتغل على الجانب دوت، ونامل ان احنا ان شاء الله نادي بكره مباراه كبيره امام المنتخب المصري. اختتم المؤتمر الصحفي وعلى طول ابتدى منتخب ليبيا ميرانو، واللي ابتدى في تمام الساعه 8 وانتهى في 9:15. يمكن كان معانا لقطات هتشوفها دلوقتي حضرتك على الشاشه، استاذ ابراهيم باشمهندس عادلي، يمكن قمه التركيز في ثقه بالنفس عشان نكون امناء على لاعبي المنتخب الليبي. طبعا هم عاملين حساب منتخب مصر وعارفين ان هم بيلعبوا منتخب كبير، ولكن اعتقد التماسك والاصرار باين عليهم، خاصه ان هم داخلين المباراه في حاله معنويه مرتفعه وهم بيمتلكوا 6 نقاط وبيتصدروا المجموعه امام منتخب مصر. النقطه الاخيره اللي عاوز اوصفها لكم عشان نكون اتكلمنا عن كل اجواءنا هنا في استاد برج العرب، ارضيه الملعب اكثر من رائعه، اعتقد ان احنا هنشوف مباراه كبيره بكره ان شاء الله على ارضيه الملعب، وكمان من خلال النقل التلفزيوني، يمكن احدث وحدات النقل التلفزيوني موجوده هنا داخل برج العرب، يمكن مخرج المباراه والطاقم التصوير بالكامل عملوا بروفه على المباراه، المباراه منقوله بكره ب 16 كاميرا، امكانيات اكثر من رائعه ان شاء الله تساعدنا ان احنا نشوف مباراه كبيره في التلفزيون، وكمان في ارض الملعب نشوف مباراه كبيره من منتخبنا ويحقق 3 نقاط، وان شاء الله يعتلي غدا صداره المجموعه وتبقى خطوه كبيره ان شاء الله نحو الصداره واعتلاء المجموعه والصعود للمرحله الثانيه ان شاء الله والنهائيه، ويتوج مجهود المنتخب المصري بالوصول لكاس العالم المره الثانيه على التوالي. دي كانت كل الاجواء والكواليس، انا استاذ ابراهيم باشمهندس عادلي، الكلمه لحضراتكم. شكرا جزيلا للزميل محمد توفيق، اظن صوره متكامله سواء لا عن ثلاث حاجات كيروش او كليمنتي، هو اتكلم على ثلاث حاجات يختصروا في ثلاث جمل. ايوه كيروش بيقول لك ليتني كنت املك وقتا اكثر، طبعا ستشاهدون فريقا جيدا غدا، طبعا باذن الله، يعني ده بيطمنك. ايوه لا الوقت لا يكفي لاحداث الثوره التي تنتظروها، مؤكد. ده كيروش. المدرب الليبي كليمنت اعلم كل شيء عن كيروش، احترمه، مع لديكم مدرب جيد وعناصر جيده وتاريخ اكثر من رائع. ايوه ولكن انا ايضا لنا طموحات. صحيح هايل جدا. صحيح النقطه الثالثه الملعب والنقل، الملعب جيد وبيعدنا ان احنا هنشوف نقل وكاميرات وزوايا وتصوير بشكل جديد، دعونا ننتظر. ولكن استاذ ابراهيم كالعاده هو متفائل وانا متحفظ. استاذ ابراهيم كيف ترى المباراه غدا القادمه؟ بص انا عندي تفاؤل كبير ان شاء الله، لان
ما أعلمه أنه الحالة داخل المنتخب طبعا يمكن علشان الغربال الجديد له شدة، بس كمان كارلوس كروش واضح أنه حاطط الأمور كلها في قبضة قوية شوية. العناصر كلها اللي موجودة ما شاء الله كلهم أكفأ وأفضل من بعض في كل المراكز. اللي يبص على أي مركز من مراكز منتخب مصر للقائمة المختارة عناصر في أعلى درجات الجاهزية. محمد صلاح بقى نجمنا العالمي جاي بنفس مفتوحة وشهية مفتوحة ومعنويات عالية جدا. الهدف اللي سجله في المباراة الأخيرة حاليا واخد صدارة أفضل الأهداف في تاريخ البريمير ليج في التصويت، سبقوا حد في البريمير في التصويت حتى الآن لغاية يمكن من ساعتين. والله 47% من التصويت لصالح هدف محمد صلاح كأجمل الأهداف. أنا أرى أن هذا الهدف عمل له نقلة معنوية بالضبط، وحطه في كاتوجري أو في مكانة أيوة. بالنسبة للخبراء في لا بقى ده كمان مهاري قوي، ده مبدع قوي. انتوا عمالين تتكلموا انه سريع وصاحب قرار وإيجابي لا ده شوفوا بقى ما بيستخدم مهارته ممتع ما يحتاجها. فهذه نقلة نرجو أن نستفيد منها هو في مباراته مع ان شاء الله. وده اللي حصل، ده اللي ظهر كمان في زياره الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه لمعسكر المنتخب. التقى مع محمد صلاح، اتكلم معاه كتير على تقدير مصر لابنها المبدع. يمكن حتى كلام الدكتور اشرف صبحي معاه ان الجماهير المصريه منتظره منك كتير جدا، وطبعا الكلام لا يخلو من اشاره الى التقدير الكبير اللي يستحقه محمد صلاح كنموذج للشباب المصري. احنا شفنا وزير التربيه والتعليم يتحدث عن انه ممكن محمد صلاح يبقى جزء من تجربته ومشواره ومساره وروحه ونجاحه نموذج يدرس للشباب المصري الصغير في الكتب، ازاي تبقى في مسيره شاب مصري ناجح عنده هذا الطموح، عنده هذا الحرص على النجاح، عنده الثقه في نفسه في قدراته في تطوير نفسه في الوصول الى ابعد المستويات. اهم حاجه استاذ ده نموذج ايجابي فعلا يدرس، انك تعرف مكامن القوه عندك وتستخدمها صح. محمد صلاح نموذج لهذا صحيح. فعشان كده شهيه محمد صلاح وكل زمايله ان شاء الله تكون مفتوحه. المباراه طبعا المنافس الليبي الشقيق مش سهل ابدا، وصوله لصداره المجموعه بيديله طموحات وامال كبيره جدا، لكن جاهزيه لاعيبه منتخب مصر كفائتهم وجود كارلوس كروش في هذا التوقيت انا شخصيا بيدفعني للتفاؤل. المهندس عدلي متحفظ بطبعه، لا ما دي كورة، لكن خلينا ننتظر بكره ان شاء الله 9 مساء نستمتع بمباراه كبيره. المنتخب الليبي احواله وظروفه، الكابتن احمد المصلي واحد من نجوم الكره الليبيه الكبار، كان على فكره على مقربه من الانضمام للنادي الاهلي من قبل، لكن المفاوضات تعثرت لاسباب مختلفه. لكن احمد المصلي في اون تايم سبورت قال رايه في المباراه. مواجهه منتخب مصر مع ليبيا يوم الجمعه اللي جايه، بخبراتك كده الكبيره شايف شكل المباراه ايه كده يا ابو كبات؟ انا بوجهه نظري ان هي هتبقى مباراه صعبه على المنتخب المصري اكثر، يعني المنتخب المصري يمر بفتره عدم استقرار وعدم ثقه وتغيير مدرب وتغيير لاعبين. يعني نحن بصراحه انا في ليبيا كنا سعداء جدا بعدم اختيار محمد شريف واكثر، لانه كان لاعبين في مستواهم ممتاز وكان في القمه يعني. كان خبر مفرح لينا في نفس الوقت، لان محمد شريف مهاجم ممتاز وفورمه ممتازه. انا من وجهه نظري هو الاجدر أجدر من مصطفى محمد وأجدر من كوفا، وفي نفس الوقت أفشى أفضل سنة على في مصر حاليا. هو يعني عايش في دماغنا فاتكلم على الحاجات واتك على يعني تأثير مفاجأة غياب أفشى ومحمد شريف بما يوحي ان هم ارتاحوا، يعني يا رب يعني يكون البديل ما يريحهمش قوي، ونتمنى ان احنا نشوف منتخب مصر يحقق هذا المرور من عنق الزجاجة في المباراة القادمة، ونتمنى ان منتخب مصر ما يبقاش فيه زي اللي انتوا هتشوفوه. الكابتن علاء نبيل وكاشفا للزميل هاني حتحوت عن مشكله في المنتخب في حراسه المرمى، نشوفه. كابتن علاء مره ثانيه، محمد الشناوي كان امبارح اصابه او كدمه في العضله الخلفيه، ودايما وانا بسالك ببقى مستني منك الكواليس اللي ممكن تكون عارفها حضرتك. لا مش اصابه. ايه؟ مش اصابه. مش اصابه؟ لا مش اصابه، بس هو يعني لا والله ما اصابه. امال ايه؟ والله ما اصابه. امال ايه؟
هو انت فكرك الكدمه دي يعني بتخف في يوم وليله؟ امال ايه؟ قالوا كدمه بسيطه. بسيطه، حاجه خفيفه. ايه ده ايه ده، امال ايه يا كابتن؟ لا 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 لا، امال ايه؟ لا والله والله ما ينفعش يعني. بس هي يعني امر شخصي. موقف أمر حصل كده وبتاع، وصوت عالي والحاجات دي كلها. ف وبعد كده حصل قعده وحصل فيها اللي هو يعني تعهد بالالتزام والحاجات دي. صوته عالي على مين؟ لا لا، في صوت عالي يعني، في صوت عالي في الملعب. مش صوت الشناوي. لا لا، في صوت عالي في الملعب وبتاع. ف هبحكوا لك في الفاصل. لانه امر شخصي. امر شخصي ما ينفعش. لكن ما فيش اصابه خالص. لا لا لا، فيش اصابه. مفيش حد شاط كوره في حد. لا 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 لا، خالص خالص، وعلى مسؤوليتي. بس ف لكن يعني حصلت قاعده، الامور اتلمت كلها. ودي من الحاجات برضو خلي بالك، اللي المدير الفني برضو بيفرض شخصيته على اللعيبه وعلى فكره وعلى اسلوبه، فيتتقبلها. هي دي شخصيتي يعني. بس يعني يبدو ان الكابتن علاء نبيل عنده يعني معلومات ان هناك بعض الامور الشخصيه اللي بيؤكد انها اتلمت من خلال ان المدير الفني فرض شخصيته القويه. والمعنى بين السطور. طب ما نرجع الكلام ده لحد ما نشوف النتيجه بكره والاداء. وخلي بالكم يا جماعه ان المواضيع كلها لا في حسن نوايا وصفاء في النوايا، الانسان بيتقبل اي شيء. انا ممكن اقول لواحد صباح الخير ما يقبلهاش مني. ايه بتقولها لي كده ليه؟ بتقولها لي كده ليه؟ ومن امتى بتصبح عليا؟ يعمل لها قصه. وممكن اعمل لواحد كده من بعيد ببشاشه جدا ياخدها بمعنى طيب. فارجو ان الامور تسير في هذا المنحى حسن النوايا. ده كلام مهم. وكمان راي الكابتن احمد شوبير، كابتن احمد شوبير كواحد من حراس المرمى الكبار، لما تكون المساله المثاره ما بين عصام الحضري والشناوي يبقى راي شوبير بينهما مهم. القصه اللي شغله الناس كلها قصه الشناوي، اللي اعلن انه شوطه من الحضري جت في فخد الشناوي، الشناوي حس بلسعه جامده في الرجل يعني كانه مثلا ضربه كرباج او حاجه، ما قدرش يكمل التمرين بالليل، تعب النهارده، عمل الاشعه الرنين والحمد لله اطمن، وان المفروض بكره هيكون في التمرين. لكنه بقى ملف انه في خلاف ما بين الشناوي والحضري، ده مش موجود، انه الاثنين شادين مع، لا لا لا، في مدرب وفي لعيب. طبعا كان في منافسه زمان، وكان في شد وجذب ما بينهم وهم بيتنافسوا زمان، مش شد وجذب علني يعني، شد وجذب في التنافس يعني. لكن خلاص الحضري بقى في حته تانية، الحضري بقى مدرب منتخب يعني. لكن بطمئن الناس، مفيش خناقه، مفيش مشاكل، الاستلطاف ده بتاع ربنا بقى. يعني الكابتن شوبير كان اكثر مباشره ووضوحا وتحديدا للمشكله اللي حاول يلمح اليها الكابتن علاء نبيل، وان فيها جزء شخصي. مش عايزين نقول كده يعني، هو في الاخر كابتن شوبير لمها بشكل احترافي. ده لعيب وده مدرب ومفيش مشكلة، وحسن النية يحكم الجميع. نتمنى أن تسود حسن النية، ونتمنى أن إحنا اللي بنحط نفسنا دايما في دائرة هذه العلامات الاستفهام. يعني كفاية بقى ونتكلم على الماتش، وخلينا يعني مع منتخبنا بكرة. وده كمان رسالة مهمة للإعلام، يا جماعة ده منتخب مصر. انتوا صحيح في الانديه كل حسب لونه بيتربص وبيتصيد وبيأول وبيفبرك وبيسخن وبيعمل كل حاجه، خلينا نقول منتخب مصر واجواءه وظروفه مسؤوليه الجميع بقى. هيحصل مناوشات، هتحصل اي مشادات، هتحصل اي تطورات كتير، لما شفنا قبل كده في معسكرات المنتخب بيحصل أسوأ من كده. فخلينا نكون يعني ايجابيين في دعم المنتخب، خاصه قبل مثل هذه المباريات المهمه والمؤثرة في مسيرة المنتخب اللي بنتمنى له بكرة كل التوفيق إن شاء الله. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم وجميل عن حفاوة لها تاريخ. ما تخافش على الأهلي، ما تخافش على الأهلي، وما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي له هذه المكانة وهذه التقدير ولرجالاته
هذه الحفاوة وذلك الامتنان. هناك كلام كثير في مقالي وما قالوا. حفاوة لها تاريخ، الحفاوة برئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب وبرمز النادي الأهلي الكبير الكابتن حسن حمدي في وجودهم حاليا في المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى في حضور فعاليات بطولة الكأس العالم للأندية المقامة حاليا في مدينة جدة السعودية. هذه الحفاوة مبدئيا، هذا التقدير بداية. بص يا أستاذ إبراهيم، ده اربطه بكلامي. الحقيقة تستطيع أن تصل إليها من خلال السؤال الصحيح. أيوة، اديني السؤال الصح. السؤال الصح، دلوقتي الدنيا مقلوبة كالعادة. شمعنا وأخواتها؟ هو رئيس النادي الأهلي يدعى ليه؟ سؤال غلط. هل دعي الكابتن الخطيب بصفته رئيسا للنادي الأهلي؟ اسأل السؤال الصحيح تجي لك الإجابة الصحيحة. أيوة، وتصل إلى الحقيقة. صحيح. لماذا دعي الكابتن الخطيب؟ دعي الكابتن الخطيب مش بصفته ولكن لشخصه، كونه شخصية عامة مرموقة تربطها علاقات وطيدة بمعظم الرياضيين وتحديدا المسؤولين في المملكة الشقيقة ورئيس الاتحاد الدولي. ورئيس الاتحاد الدولي من حقه أن يدعو الشخصيات والرموز التي يستطيع أن يزهو بها. طيب، بقيت السؤال الذي كان ينبغي أن يسأل. إذن النادي الأهلي محدش يزج به، عشان أنا سمعت ناس يعني أكون لهم كل الاحترام ولهم عندي مكانة وأنا بالنسبة لهم في الإعلام تلميذ، بيسألوا ويقول لك مكانة ينبغي أن يذهب رئيس النادي الأهلي. لا، هو لم يذهب رئيس النادي الأهلي، هو ذهب الكابتن محمود الخطيب بدليل أن الكابتن حسن حمدي ليس رئيس النادي الأهلي، وذهب ومدعو ومدعوا بنفس المعيار. طيب، بقيت السؤال يا أستاذ إبراهيم عشان تعرض بقى الحقائق اللي عندك كلها لتؤكد أن الإجابة اللي على السؤال ده أنت هتوصلنا ليه. لماذا لم يدعى رئيس نادي الزمالك؟ هل لم يدعى رئيس نادي الزمالك؟ هتشوفوا دلوقتي هل دعي ولا لا. طب هل يدعى بشخصه ولا بصفته؟ طب انا اسالك سؤال يا استاذ ابراهيم تاني. هل كان الكابتن محمود الخطيب ينتظر دعوه مستر بلاتر عشان يذهب الى الدوحه في بطوله العالم لكاس العالم للانديه في كره القدم وهو رئيس البعثه؟ في الإجابات دي حضرتك هتقول لنا المستندات اللي عندك. طيب، هذه الحفاوة اللي ليها تاريخ، سمو الأمير عبد الله الفيصل رئيس شرف النادي الأهلي، واحد من قامات الرياضة العربية، واحد من شعراء العرب الكبار، واحد من اللي أحبوا الأهلي بصدق، واحد من اللي ارتبطوا بعلاقة دافئة ورائعة جدا تاريخية مع النادي الأهلي ورموزه منذ الخمسينات. على فكرة زين النوادي الأغنية الشهيرة اللي هتسمعوا الفنان الكبير عبد الحليم حافظ وهو بيحكي قصتها في نهاية حلقة النهاردة، القصيدة كتبها سمو الأمير عبد الله الفيصل سنة 57 بمناسبة احتفال النادي الأهلي بمرور 50 سنة على تأسيسه. فبصوا العلاقة من الحفاوة ليها تاريخ قد إيه، وكمان مع الكابتن محمود الخطيب في خصوصية في العلاقة. فعشان كده لما حل كابتن الخطيب ضيفا على المملكة حظي بترحيب وحفاوة سمو الأمير تركي بن عبد الله الفيصل اللي أقام حفل عشاء على شرف الكابتن محمود الخطيب زي ما أنتم شايفين في الصورة. كابتن الخطيب مع سمو الأمير تركي بن عبد الله الفيصل اللي استقبل الكابتن الخطيب وفي حضور كل من فاضل النمر رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد والسيد سلطان السديري. أقام صاحب السمو حفل عشاء على شرف رئيس النادي الأهلي الذي تربطه علاقة وطيدة منذ أكثر من 30 عاما مع صاحب السمو الأمير عبد الله الفيصل رئيس شرف النادي الأهلي رحمة الله عليه. امتدت العلاقة لسنوات طويلة حتى تفاعلت مع سمو الأمير محمد عبد الله الفيصل مع الكابتن صالح سليم ومع كل رموز النادي الأهلي تباعا.
القضية ما وقفتش. والصداقة الشخصية يعني ابتدت بين رحمة الله عليهم الاثنين، كابتن صالح والأمير محمد عبد الله الفيصل. صحيح. يعني كانت علاقة شخصية إلى درجة وطيدة جدا. صحيح. أصدقاء أصدقاء. فعلا. يعني يجي مصر يبقى مع كابتن صالح، كابتن صالح يروح يبقى مع سمو الأمير. الأمير. فهذه علاقات شخصية. وهنا الخلق الغريب المريب الذي يحدث، وكأن الذي يخلط الأمور لا يدري وهو يدري. وأنا ما أبقى رئيس النادي الأهلي، لكن أنا شخصية عامة الفصل واجب، ولا يوجد صفة تلغي الأخرى. يعني أنا كابتن صالح كشخصية عامة هو رئيس النادي الأهلي، عندما يدعى رسميا كرئيس النادي الأهلي هيدعى رسميا كرئيس النادي الأهلي، لكن لما يدعى بصفتي مش معقول أن في صفة تطغى على صفة تأخر صفة. صحيح. هذا لا يحرمه. صحيح. من مكانته الشخصية الفريدة اللي ليها خصوصيتها. نفس الشيء كابتن حسن حمدي، نفس الشيء كابتن محمود الخطيب. صحيح. فما بالك بقى وهذه الحفاوة وهذا التقدير وهذا الحب له جذور من وقت ما الكابتن محمود الخطيب ناشئ. بصوا بقى العلاقة كانت من امتى، هتشوفوا في هذا الفيديو سمو الأمير عبد الله الفيصل وهو يتحدث للكابتن محمود الخطيب في بدايات الكابتن محمود الخطيب الكروية تقريبا في السبعينات، لأنه العلاقة تقريبا بدأت في زيارة الكابتن الخطيب قال سنة 71. هنشوف هذا الفيديو التاريخي وكلام سمو الأمير عبد الله الفيصل عن لاعب الكرة الصاعد وقتها الكابتن محمود الخطيب. الأخ محمود الخطيب، بداية في الأول كنت مراقب بدايته في الملاعب وأتوسل لمستقبل لها زي ما حصل الآن، ثم احتكيت به واكتشفت فيه شيء اللي أهم من عبقريته في الرياضة، وهي أخلاقه، دراسة الخلق والطيبة والتسامح، مما شدني إليه أكثر واحتضنته كواحد من أبنائي. والحمد لله أنه ما خيب ظني، يعني كان ناجح في دراسته وكان ناجح في علاقته مع الناس، ومثال الطيبة. أني أتمنى لك كل توفيق وخير. رحم الله عاشق الأهلي الذي يعني له مكانة خاصة أيضا في نفوسنا، كما أن للأهلي كان له مكانة خاصة عنده بكل رموزه. وكابتن محمود الخطيب وهو لاعب أديك شايف كيف تحدث عنه، فلم هو عنده هذه الخصوصية في هذه الأسرة العظيمة. يعني يكرم الكابتن محمود الخطيب بمناسبة وجوده في السعودية بشكل شخصي. هو هنا شخصية عامة، هو لا يستقبل كرئيس النادي الأهلي، هو شرف عظيم أن يستقبل كرئيس النادي الأهلي طبعًا. في المناسبات الرسمية طبعًا. ولكن هذا لا يلغي المناسبات الشخصية، وحتى هذا الدفء الشخصي لا ينزع العلاقة الرسمية. بلاش هذا الخلط المتعمد اللي فيه اللي بيقول لك ده بيسبب الاحتقان. لا، اللي بيسبب الاحتقان أنك ما تسألش السؤال الصح لتحصل على الإجابة السليمة، هو ده اللي يعمل الاحتقان. طيب النهاردة يعني هذه الحفاوة امتدت بقى في وجود الكابتن الخطيب بره حتى نطاق الحفاوة الخاصة جدا من سمو الأمير تركي بن عبد الله الفيصل إلى بقية الألعاب الرياضية. فهنلاقي رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر المسحل دعا الكابتن محمود الخطيب لحضور مباراة السعودية واليابان، كانت في الجولة الثانية في الجولة الثالثة في المجموعة الثانية في تصفيات آسيا لكأس العالم، المجموعة اللي فيها السعودية واليابان واستراليا والصين وعمان وفيتنام. السعودية فازت، كابتن الخطيب حضر هذه المباراة بدعوة من رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. اعترضوا بقى على الاتحاد السعودي لكرة القدم، مش بس الاتحاد الدولي لكرة اليد. فكان حضور الكابتن محمود الخطيب لهذه المناسبة، كما أيضا حظي الكابتن الخطيب بتكريم خاص من رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد الأستاذ فاضل النمر. أنا هنا بقول هذه الحفاوة لها كل هذه التقديرات وهذا أو هذه الأسباب التاريخية، والكابتن حسن حمدي حظي بكل هذا أو هذه الحفاوة وهذا التقدير في وجوده في المملكة العربية السعودية. ليه هذه الدوشة؟ وإحنا هنا هنناقش جزئية مهمة جدا يا جماعة،
الناس بدل ما تنشغل بأهمية مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية، بقيمة إنه الزمالك يلعب قدام برشلونة، بوجود فريق مصري في بطولة العالم لأندية كرة اليد، كل ده كلام كان يجب التركيز عليه وكان كان يجب الاهتمام بيه. فجأة الناس بدل ما تنشغل بفريقها اللي هيلعب ضد برشلونة، لا، ليه الكابتن حسن حمدي والكابتن خطيب موجودين رغم ان البطولة فيها 10 أندية، لكن كان التركيز على حاجة واحدة بس. كابتن احمد حسام ميدو قال كلام كتير نسمعه عشان نشوف هي الحساسية بتيجي منين، ولما بتتكلموا على الاحتقان انتوا بتصنعوا الاحتقان وترجعوا تشتكوا منه. ده للأسف. هل كان وجود الكابتن خطيب والكابتن حسن في المدرج فيها مشكلة؟ لو فيها مشكلة نسمع ونشوف فين المشكلة. لا يصح من رئيس اتحاد الكرة الدولي لكرة اليد الكابتن حسن مصطفى ان لا يتم دعوة الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك لحضور حفل مراسم الافتتاح. فبقول للدكتور حسن مصطفى عيب عليك، عيب عليك، عيب عليك اللي انت بتعمله، وعيب حتى على منصبك اللي انت بتعمله. توجيه الدعوة للكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب كرموز وكناس عندهم تاريخ كبير في اللعبة، في لعبة كرة القدم وفي الرياضة بشكل عام، ما تضايقنيش، بالعكس ما عنديش مشكلة. لو انت داعيهم على المستوى الشخصي برضو كويس، ما عنديش مشكلة. كويس ان الواحد يبقى كويس مع اصحابه ويكبرهم بالبلدي كده. ازاي ما تدعيش الكابتن حسين لبيب؟ ازاي جالك قلب؟ ازاي؟ تاني بقول للدكتور حسن مصطفى عيب عليك، عيب عليك. بقول للكابتن ازاي، هذا هو السؤال، واقول له عيب عليك، جاوب. هو جاوب ايه؟ ان حصل تجاهل، خلاص. هو سأل سؤال وجاوبه. لكن تاني هقول نفس الكلام، هل تم تجاهل رئيس نادي الزمالك؟ لا يمكن ان يتم تجاهل. اخر للاجابه، اخر للاجابه، اخر لان هو قال لك هاخرها. بس هو قال لك انا ما عنديش مشكله انك تدعو 2 من الرموز، وحسنا في كان تعبيره دقيق، في رموز رياضيه مهمه واصحابك، ماشي، لكن العيب انك ما تدعوش. جاوب. طيب كمان الدكتور مدحت العدل، ما انا بقول لكم هو الاحتقان بيجي منين؟ انت فجأة بتصدر احتقان وبتتحدث عن حساسية انت اللي بتخلقها. لانه ألاقي الدكتور مدحت العدل كمان كاتب تويتة بالاضافة الى مداخلة هاتفية له، لكن في التويتة بيقولك الى المدعو حسن مصطفى، عندما تريد مجاملة اصدقاء لك فلتدعوهم في عيد ميلادك او في منزلك، وليس في بطولة يمثل فيها الزمالك بلدا عريقا اسمها مصر. وكأنه البطولة اللي فيها 10 أندية الزمالك مشارك، لا، ما يصحش تدعي حد تاني. طب هل فعلا ميدو ما عندوش معلومة، مدحت العدل عنده تعصب، شايف انه حسن مصطفى او الدكتور حسن مصطفى دعي اصحابه وكان المفروض يعزمهم في عيد الميلاد، لكن لما الامر يتعلق باساتذه صحفيين كبار لا تنقصهم الخبره وكان المفروض يكون في تدقيق. نشوف راي الاستاذ حسن المسكاوي. واضح ان للاسف يعني بيبقى في خلط عندنا في دي علاقات اشخاص، لكن علاقات الهيئات يجب ان تكون مختلفه عن علاقات الاشخاص. انا مختلف معك لاي سبب. من يمثل نادي او هيئه الزمالك مثلا، هو يمثل الزمالك، اذا يجب ان يكون موجودا في اي يعني ايفنت او اي نشاط او اي بطوله، لانه ممثل نادي الزمالك. نعم. زي ممثل النادي الاهلي، زي ممثل اي نادي تاني يعني. ف انا باختصرها في ان علاقات الاشخاص وشخصنة الامور لا يجب ان تسري على علاقات الهيئات. صح. اتحاد دولي او اتحاد محلي مع نادي ده ملوش علاقه ابدا بان احنا مختلفين لبعض لاي سبب. صحيح
لأي سبب يعني، حتى ولو في خلافات تحل في إطار قانون الرياضة، في إطار القانون الشخصية أي حاجة تحل في تحل، لا يعني حتى لو في خلافات مع النادي لأي سبب يعني، حتى لو في قضية جنائية حكم محكمة منتظرين يعني قرار إداري، ده ملوش علاقة برضه بأن في هذا الشخص أو هذا المجلس يمثل نادي الزمالك. صحيح، ده رأي. نرجع تاني لفكرة السؤال الصحيح اللي يؤدي إلى الإجابة الصحيحة. هو بيستنكر إن الخلط في عدم اختيار الهيئات التي يجب أن تمثل في المناسبات الرسمية وما تخلطش الخاص بالمسؤولية العامة. نرجع تاني للإجابة اللي هنصمم عليها واللي فيها يسمح لي بمنتهى يعني الرفق أن أختلف معه الأستاذ الكبير حسن السكاوي في التوصيف، لأن الكابتن الخطيب والكابتن حسن حمدي ما راحوش يمثلوا نادي الزمالك يا كابتن حسن، وما راحوش يمثلوا النادي الأهلي يا كابتن حسن، وما راحوش يمثلوا أي هيئة من الهيئات، شخصيات عامة. من حق رئيس الاتحاد الدولي ويحدث في كل البطولات أن يتم دعوة شخصيات عامة بشكل شرفي إذا كان لهم قيمتهم، إلا إذا كنت أنت بتختلف على قدرهم وقيمتهم، ده موضوع مش هنناقشه دلوقتي. ولكن عندما يرى رئيس الاتحاد الدولي وليكن مدفوعا بحكم الصداقة أنه قرب من الشخصية دي وشافهم قد إيه هم يملكوا الجدارة أن هم يحسنوا تمثيل نفسهم وما يرمزوا إليه في دنيا الرياضة، أهلا وسهلا يجوا. الكابتن حسن مصطفى نفسه ورئيس الاتحاد الدولي كان بلاتر بيدعوه، وكان الكابتن حسن حمدي كابتن حسن مصطفى بيدعو بلاتر في كثير من المناسبات، ده كرة قدم ده كرة يد وشخصيات عامة، لا أحد يدعو أحد بصفته، إنما شخصيات عامة. طيب العيب أنا معاك لو كان في تقصير تجاه النادي الذي يمثل بلده أو يمثل قارته أو يمثل في البطولة، لو كان هذا حدث، هو ده السؤال اللي كان لازم نركز عليه. هل ده حدث؟ وهل إن أنا لما تاني ألعب في كأس العالم للأندية في أي بلد لازم إنفنتيني يدعوني، وكان قبل كده بلاتر يدعوني، ورغم هذا إذا كان هناك أي نادي تم دعوته يجب أن يكون ممثل مصر اللي هو الزمالك في مقدمتهم، هل هذا حدث يا أستاذ إبراهيم؟ طيب رأي الأستاذ حسن السكاوي بيلوم على أنه ده ما كانش صح يحصل، وأن التمثيل للهيئات. كمان في نفس الحلقة كان للأستاذ فتح سند رأي آخر. واضح أن المشكلة عند الدكتور حسن مصطفى بقى، لأنه نادي الزمالك بيلعب بطولة أندية العالم ولم يوجه الدعوة للكابتن حسين لبيب، وعملوا اللجنة المنظمة ميعاد تدريب الفرقة الساعة 3 علشان ما حدش يقدر يلعب بيحضر يعني، طلبوا ان هم يعدلوا ميعاد التدريب ما وافقوش، يبعتوا لنا عربية عشان ستة يحضروا ما بعتوش. فالمجموعة الجماهير اللي موجودة في الزمالك طبعا ما عجبهاش هذا الوضع. نعم. وهنا بيطرق يعني هو السؤال يعني يعني طبعا من حقك انك تدعو ما تشاء فعلا. نعم. الكابتن حسن حمدي والكابتن خطيب قامتان كبيرتان محترمتان من الجميع، لكن ده لا ينفي انك تدعو ايضا الزمالك، والكلام ده انا اقوله في اي وضع، وسيادتك هتقوله الكابتن حسن صحيح هيقوله، لانه هو كلام الحق يعني كلام الحق. فما هي مشكله الدكتور حسن مصطفى مع نادي الزمالك؟ في مشكله واضحه جدا، واعتقد انه يعني تداعياتها في اللي جاي مش لطيف، لانه ترسخت ان هناك ازمه او خلاف. وعلى فكره الخلاف ايضا موجود بين الدكتور حسن مصطفى وكابتن حسين لبيب، مش تبقى عارف يعني في خلاف ما بينهم اصلا، ما في واضح ان العلاقه من ناحيه الدكتور حسن مصطفى مع الكابتن حسين مش ولا بد. طيب شفنا الكلام ماشي في سكه عيب ده يحصل، وازاي ما يدعاش
رئيس النادي اللي فرقته مشاركه، مع اختلافنا على انه اصلا العريس مش محتاج يتعزم في فرحه كمنطق، لكن لقينا اهتمام من الاهرام بنقل تصريحات الاستاذ حسام النصر رئيس اللجنه الاعلاميه للبطوله. يعني كده انهيت التعليق على كابتن فتحي. عايز تعلق وتفضل. اه طبعا، هو ركز على ان عيب برضو ان رئيس الزمالك لا يدعى، وركز ان هناك تصرفات تنظيميه حدثت مع البعثه ادت ان يحصل تخلف عن حضور طابور العرض او حضور ان العربيات والاتوبيسات والكلام ده. طبعا اذا كان هذا حدث لا كتنظيم بقى يبقى ما ينفعش، لكن هل ده حدث ولا لا؟ كمان هل حدث ان في خلاف بين الكابتن حسن حمدي والكابتن حسين لبيب؟ انا اللي اعرفه ان الكابتن حسن حمدي حسن مصطفى يقدر الكابتن حسين لبيب جدا ويقدر كابتن مدحت البلتاجي جدا، بدليل انه هو منصبه ومؤازرته له في الاتحاد الافريقي، نائب رئيس الاتحاد الافريقي. ومش عارف اذا كان في حاجه لا ما اقدرش اجاوب انا بالنيابه عن الناس، لكن اذا كان عندك اجابات لهذه الاسئله. بص بقى اللي فات ده كله حماده، واللي جاي حماده تاني خالص. اللي فات ده كلام في الهوى، لا له لا سند ولا مستند ولا منطق ولا صحة ولا أي حاجة خالص. كل الناس دي اتكلمت بدون أي سند حقيقي من الواقع حتى من المنطق، لأن اللي جاي هتلاقوه لرموز زملكاوية أيضا في كرة اليد، عشان تشوفوا إلى أي حد إحنا ممكن نخلق مشكلة من الهيافة من لا شيء ونصدرها للجمهور ونسيب الرأي العام يهري ويرغي فيها والجماهير تحتقن مع بعضها، وأصل الموضوع مش موجود. لو كل دول عملوا زي اللي عملوا هاني حتحوت وهو أصغر الإعلاميين اللي موجودين في التدقيق والتثبت والتأكد، ما كانش الكلام الفارغ ده كله حصل، ولا كانت الأزمة دي تصدرت للناس للأسف. لكن لما ألاقي بعد كل ده يطلع الأستاذ حسام النصر رئيس اللجنة الإعلامية لكأس العالم للأندية بيقول أنه في الأهرام بقى تم توجيه الدعوة إلى الكابتن حسين لبيب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك المؤقتة لحضور حفل افتتاح البطولة، ونفى ما أكده حسين السمر المدير التنفيذي للزمالك حول عدم وصول دعوة إلى نادي الزمالك لحضور رئيس اللجنة لحفل افتتاح. وقال النصر ده الكلام اللي في الأهرام، توجيه الدعوة إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي لحضور الحفل يعد أمرا طبيعيا كونه من مشاهير الرياضيين في الوطن العربي، والخطيب وحسن حمدي تم دعوتهما لحضور حفل الافتتاح من جانب الاتحاد الدولي وكذلك من اللجنة المنظمة للمونديال، ومن المستحيل ألا يتم دعوة رئيس نادي مشارك في البطولة. كلام رئيس اللجنة بقى، الدعوة وصلت إلى رئيس الزمالك ولكن من الوارد أن يكون لديه ظرف ما منعه من الحضور. ده كلام الأستاذ حسام النصر في الأهرام رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة. طب كلام وصوت وصورة بقى نسمعه. الزملكاوية زعلانين بسبب عدم وجود رئيس نادي الزمالك، هل يعني اكيد اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي كان في دعوة لرئيس نادي الزمالك، ولا ايه الموضوع بالظبط ان رئيس نادي الزمالك ما كانش ظاهر النهارده في الحفلة؟ بكل تأكيد كل رؤساء الأندية ورؤساء الوفود ورؤساء البعث من فرق المشاركة وصلتهم دعوة رسمية من البلد المنظم ومن الاتحاد الدولي لكرة اليد. اليوم كان في شخصيات مصرية متواجدة وقيادات في المملكة العربية السعودية من الجنسية المصرية كانوا موجودين في المنصة وبدعوة رسمية. فمن المستحيل اليوم انه بلد منظم او منظومة معينة تنظم بطولة ولا تستدعي او تدعو رئيس النادي المشارك. انا اعتقد انه الدعوة كلها وصلت الى رئيس نادي الزمالك، وقد يكون هناك ظرف ما وقد يتواجد في اليوم التالي. اليوم حتى اليوم جت لنا طلبات من السفراء الموجودين المصريين في المملكه العربيه السعوديه لعبور المباراه بكره ان شاء الله او اليوم، ما دخلنا اليوم الثاني. كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن حمدي طبعا رئيس النادي الاهلي الحالي ورئيس نادي الاهلي السابق مدعوين من اللجنه المنظمه من السعوديه ولا من الاتحاد الدولي ولا من الاثنين؟ لا، من الاثنين. من الاثنين. اليوم هذول نحن نعتبرهم شخصيات اعتباريه رياضيه طبعا مستوى عالي، مهما كان حتى لو كان
هو لاعب كرة قدم أو مختص بكرة القدم. إحنا اليوم كمملكة العربية السعودية في كل بطولاتنا أو كل الفعاليات التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بدعم غير محدود من قيادتنا الرشيدة، نستدعي كل الأطراف المهتمين أو خلينا نقول المشاهير بمختلف الألعاب والفعاليات الرياضية. أكيد. اليوم الكابتن محمود خطيب الكل يعرف يعني إنه يعرف طبعًا طبعًا من أساطير كرة القدم في مصر، وجوده اليوم في المملكة العربية السعودية هذا شرف لنا احنا كسعوديين وكمنظمين لبطولة السوبر جلوب 2021، وجوده جدا طبيعي ويعد احد ضيوف البطولة. طيب، كلام رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة انه كل رؤساء الاتحادات او الأندية اللي مشاركة في البطولة فيها 10 أندية الكل مدعو، والراجل بيأكد وبيجزم ان الدعوة وصلت. هل من بقى من الناحية المهنية كان على الجميع أن يتثبت ويتأكد ويتيقن قبل ما يقول ويشحن ويحن ولا لا؟ الزميل هاني حتحوت الحقيقة كان عنده مستوى المسؤولية المهنية. نشوف اللي حصل النهاردة. أنه في افتتاح البطولة رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الكابتن حسن مصطفى، وفي أثناء الحضور دعا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، وكلاهما أسطورتان من أساطير الإدارة المصرية أو الكرة المصرية بشكل عام، وكلاهما بين قوسين كده صديقان شخصيان للكابتن حسن مصطفى. الكابتن حسن مصطفى الناس بدأت تقول هو إزاي دعا نجمين من الأهلي، أحدهما رئيس حالي للنادي الأهلي والآخر غير ذي صفة حالية في النادي الأهلي، في الوقت الذي لم يدعو فيه الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك. الواقع هو بالمنطق وحتى بعد التأكد من المعلومة أنه إذا كان الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن حمدي لازم علشان يحضروا الافتتاح يتم توجيه الدعوة لهما باعتبارهما غير مشاركين بأي شكل من الأشكال في البطولة، فمية في المية الكابتن حسين لبيب لا يستدعي وجوده حصوله على دعوة علشان يحضر. ليه؟ لأنه بشكل بسيط جدا رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المشارك في البطولة، وما تأكدنا منه أن الكابتن حسين لبيب كان مسافر، وأنه هو لوحده اللي قرر أنه يلغي تذكرة السفر إلى السعودية بسبب ارتباطه بعدة أمور لازم يكون موجود فيها في القاهرة. طيب ليه ما حدش اتبعت من الزمالك عشان يمثل الزمالك؟ دي مشكلة الزمالك. يعني الزميل هاني حتحوت الكابتن حسين لبيب كان حاجز تذكره ومسافر، لغى ليه؟ ده امر يخصه. بس هل بقيت رؤساء الاتحاد الانديه المشاركه الاخرين تم دعوتهم ولا لا؟ حاول هاني حتحوت يتيقن. قلت امبارح لكن شفت اكتر من حد زعلان يعني من اللي انا قلته في قصه انه الكابتن حسين لبيب او رئيس نادي بيشارك في بطوله مش محتاج دعوه، مش هكرره لان هو انا على موقفي، انا ما بحبش ان حد يبقى زعلان، اكيد ما بقولش كلام عشان ازعل حد، لكن هو بتكلم في المنطق وبتكلم في المعلومات المتاحه. والحقيقه انه انا حاولت ان انا ابعد اكتر من كده بان انا اسال رؤساء الانديه، وتواصلت مع رئيس نادي عربي من ضمن الانديه المشاركه في البطوله بعد ما نجحنا في الوصول اليه، هل جالك دعوه من الكابتن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد؟ فكانت إجابته لا، اللي جالنا إنه مين اللي هيقعد فين ومش عارف إيه، لكن حد كلمه رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد قال له تعالى من رؤساء الأندية؟ الإجابة كانت لا. وبالتالي بأكد على المعلومة بتاعت امبارح، وبالتالي بأكد إنه هل حد ممكن يدعى يبقى محتاج دعوة علشان يجي يحضر بطولة هو فريقه مشارك فيها، أنت رئيس النادي ده؟ الإجابة لا. ممكن تتكلم بقى على فكرة دعوة الكابتن حسن مصطفى للكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب، وهم اللي وجودهم علشان يبقوا موجودين لازم يحتاجوا دعوه، يعني هم دول اللي لازم يتبعت لهم دعوه، لان لو مفيش دعوه جات لهم مش هيجوا بكل منطق. يعني ممكن تتكلم بقى على انه ليه وازاي والزمالك اللي مشارك ومش عارف ايه، لكن هو رئيس الاتحاد الدولي برضه بروتوكول البطوله بيسمح له انه يدعو 40 شخصا، هو دعا الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن حمدي، مش دفاعا عنه والله، لكن هي القصه في انه بنتكلم بالعقل، يعني قصه انا ما زلت مصمما على ان هي طولت على الفاضي يعني. طيب نستشرف مما سبق، ما كتب في الاهرام، ما قاله ايضا الكابتن كريم حسن شحاته وحرصه انه يجيب رئيس اللجنه الاعلاميه على الهوى
عشان يتأكد منه، ليؤكد المؤكد ها ان كل رؤساء الانديه راحت لهم الدعوات وليس صحيحا. واذا كان هناك سبب شخصي منع رئيس نادي الزمالك من السفر فهو لا يعلمه. ايضا الاستاذ هاني حتحط اتفق، والله انا ما كنت سمعته، اتفق معايا ان صاحب الفرح لا يدعى، هو رئيس نادي الزمالك. على فكره انتوا مش واخدين بالكم من حاجه مهمه جدا، الكابتن حسين لبيب ده كابتن نادي الزمالك، الكابتن ما كانش لعيبه بس، كابتن نادي الزمالك، يعني هو في كره اليد في تخصصه هو كمان، وكان انا متاكد انه كان حريصا لولا ظروف هو يعني قدرها انه مش هيقدر يسافر، لان دي لعبته، هو كابتن نادي الزمالك، هو رئيس اللجنه، هو اللي يروح. لكن حتى لو كان اختار وعايز يوفر بقى او يدي مكان زياده رئيس بعثه، جاءته دعوه بصفته مش بشخصه. وهنا نقدر نقول، وهو لو كان الكابتن حسين لبيب مش هنقعد نستنتج، هو الفكره كلها لما اكون انا فرقتي موجوده انا بتعزم او بقعد عالي بصفتي مش بشخصي، لكن على راي الكابتن هاني حتحوت اللي ملوش فرقه هو اللي يدعى بشخصه. وهل يدعى بشخصه دي غلطه؟ لا طبعا، اذا كان بمكانه الكابتن حسن حمدي ومكانه محمود الخطيب اللي بمجرد ما راحوا البلد الشقيق السعوديه المملكه العربيه السعوديه وجدوا الترحيب من كل الاتحادات ومن يعني معالي تركي سمو الامير تركي عبد الله الفيصل تركي الفيصل، يعني في حاجات شخصيه وحاجات رسميه وفي حاجات خلط الاوراق، هو طريقتنا في تداول الامر، عدم سؤال عدم يعني طرح السؤال الصحيح بيوصلنا للاجابات الخاطئه يا جماعه والاستنتاجات الخاطئه. طيب احنا كبرنا شيء الحقيقه ما كان ينبغي من لا شيء، وحولنا الضوء من مشاركه فريق بحجم الزمالك هيلعب ضد برشلونه، هيلعب ضد برشلونه في حدث مهم الى الكلام فيه امر مردود عليه بسهوله في منتهى. لكن هو السؤال او الجزئيه اللي طرحها المهندس عدلي، اسال السؤال الصح عشان تاخد الاجابه الصحيحه او المنطقيه. السؤال الصح في الموضوع ده كله، انتوا بتتكلموا على انه الدكتور حسن مصطفى شديد الحرص على رجالات النادي الاهلي اصدقائه، مش كده؟ ده اللي تردد. طب الاهلي ماذا فعل الدكتور حسن مصطفى لكرة اليد في النادي الاهلي من اي ميزة اضافية او غير قانونية او غير طبيعية؟ هاتولي مرة كانت في تعليمة او في تأثير للدكتور حسن مصطفى على الاتحاد المصري، وهو دول كلهم يعني عناصر دايما وابدا وثيقين وثيق الصلة بيه. هل شفتوا الاتحاد المصري لكرة اليد؟ اقول لك مفاجأة، فجامل النادي الاهلي في قرار واحد، اقول لك مفاجأة، افضل بطولة او افضل لعبة في نادي الزمالك هي لعبة كرة اليد، اكثر لعبه في نادي الزمالك بتحقق بطولات هي كره اليد. طب ولو الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي وهو شؤون اللعبه كلها في ايديه زي ما انتم بتقولوا، هل ظلم الزمالك في قرار؟ هل اغتصب بطوله من الزمالك؟ هل جامل الاهلي في اي قرار؟ هل وجه اي تعليمه للاتحاد المصري انه يدي للنادي الاهلي اي حاجه؟ ده مباراه البطوله الاهلي خسرها والكره في الهواء، وقال لك اه هو كده تقدير الحكم. شفتوا اي انحياز من الاتحاد المصري باي عناصر فيه للنادي الاهلي ما دام رئيس الاتحاد الدولي في تقديركم عنده هذا الانحياز؟ هو ده السؤال الصح. عايز اقول لك مفاجاه بقى، الدكتور حسن مصطفى ورئيس الاتحاد المصري عاقب الاهلي كتير. ما تسيبني بقى اقول لك اتفضل. القرار الوحيد اللي اتنقل بامر مباشر من الاتحاد من نادي الى نادي كان نقل الكابتن حسين لبيب من النادي الاهلي وهو في قائمه النادي الاهلي، وكابتن حسين لبيب ياسر لبيب، ياسر لبيب اسف، الكابتن ياسر لبيب اهم صانع العاب وكابتن النادي الاهلي، نقلوا من النادي الاهلي الى نادي الزمالك، واستند الى انه حرصا على مصلحه المنتخب في ظل خلاف شديد بين اللاعب ومدربه
وراى ان هذا الخلاف سيؤثر على استمرار اللاعب، وانه بدا يتعرض ل ل ل لحاجات تدعو الى القلق على مستقبله، نقله لنادي الزمالك بقرار. وهذا القرار استند اليه فيما بعد الاتحاد المصري لما قال لك، لما رحنا نجيب حسين قداح وقال لك لا ده الاتحاد هو اللي يقدر، هو اللي يواجه اللعيب الدولي. بس انت يا كابتن هشام، المره اللي فاتت اللعيب اتنقل من الاهلي للزمالك مش العكس، وانت المره دي خدت لعيب اتفق الاهلي مع اداره نادي الشمس ودفع الشيك وطلع الاستغناء باسمه، فانت خدت قرار انك تنقله لنادي الزمالك. وبعد كده تتساءلون لماذا يتفوق الزمالك؟ ده الاهلي لما يقتنص بطوله واحده في ظل هذه الظروف من الزمالك، او يغلبه مباراه واحده في هذه الظروف، اتكرر الامر مع سيف الدرع، اتكرر الامر مع كذا لعيب، حتى كابتن يحيى الدرع ما كان في الاهلي. لكن عايز اقول حاجه، انا ليه بقول الامثله دي؟ لاؤكد لك ان الاهلي لم يتم اطلاقا مجاملته من الكابتن حسن مصطفى وهو رئيس الاتحاد الدولي، ولا حتى هو رئيس الاتحاد المصري، ولا مصري ولا دولي. شخصيه الكابتن حسن مصطفى لو تعرفوها تقربوا منها هتجدوا راجل شديد الصرامه، راجل يعني عنده شجاعه جامده جدا انه يستطيع يواجه ويواجه صح. لكن انا مش بدافع عن الدكتور حسن مصطفى لان ده مش نطاقي، صحيح، لكن انا بتكلم ليه ما يتعرض له زياره تكريميه لرمزين كبار ينتميان الى النادي الاهلي وتحويلها بالباطل الى مجامله على حساب نادي يشارك، هذا غير حقيقي. اثبتنا لكم الكلام ده، وهذا المعنى يصل عند بعض ابناء نادي الزمالك نفسه ان هو بصوا شفنا حماده وشفنا حماده تاني، بعد الفاصل هنشوف حماده تالت. ما تخافش على الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. وتابعنا ازاي انه ازمه زي كده من غير لازمه تم النفخ فيها لدرجه الادعاء بانه الحق ده الزمالك اعتراضا على وجود الكابتن حسن حمدي والكابتن خطيب اعترض او امتنع عن حضور حفل الافتتاح. الكلام ده اتقال وتردد والجمهور استقبله. انتوا متخيلين انه يتم تصدير كلام زي ده للجمهور فتنشغل الجماهير في السوشيال ميديا بحاجه زي كده، فيجي الرد من الكابتن حماده عبد الباري بقى مسؤول بعثه الزمالك اللي موجوده هناك، اللي هو رئيس البعثه، اللي هو رئيس البعثه. عشان كده بقول لكم خلي بالك بس عارف حماده، مين حماده عبد الباري، وده حماده ثالث بقى. مين حماده عبد الباري؟ الاداري التاريخي، شوف من ايام ما انا كنت في الاتحاد في الثمانينات كان هو اداري في كره اليد، ايوه، واكثر الناس ارتباطا بكره اليد، ومخضرم حتى النخاع، وزملكاوي زي ما بيقولوا ايه، زي ما بيقول الكتاب. فخد اللي بيقوله يعني انه مش هيقول غير اللي في صالح نادي الزمالك. ليه اللي حصل حصل؟ نسمعه. كابتن حماده، هو انتوا ليه ما حضرتوش حفل الافتتاح؟ هل كان عندكم تدريب ولا ايه؟ لا هقول لحضرتك، هو بمنتهى البساطه عشان برضو اللي عملها دي عامله لغط. ما حضرناش حفل الافتتاح لان احنا طلبنا، هم عاوزيننا نحضر الافتتاح، قلنا لهم اوكي احنا مستعدين نحضر الافتتاح، بس اجلوا لنا التمرين بدل ما كان الساعه 8 حضرتك اللي هو النهارده، خلوا لنا الساعه 2 الظهر. تمام. والراجل المدرب وافق. تمام. على ان التدريب يبقى الساعه 2 الظهر. تمام. لقينا فوجئنا صباحا النهارده ان جدول التدريب نازل ان احنا الساعه 8 وحفل الافتتاح الساعه 7 بتوقيت السعوديه، كل اللي انا بقوله لك ده بتوقيت السعوديه. فازاي احضر حفل افتتاح وعندي تمرين الساعة 8 وبعد المسافة ما بين جامعة الملك عبد العزيز و صالة الجوهرة اللي فيها الافتتاح بعيدة، يعني حوالي ساعة ساعة وربع ما بين هنا وهنا. فقلنا لا مش هنحضر. عايز بس اقول ايه، ان في حاجات كتيرة جدا في حفلات الافتتاح، يعني في الدورات الاولمبيه استاذ ابراهيم
في طابور العرض اللي هو الدول بتفخر بيه، بيبقوا شاريين يونيفورم وعايزين يشاوروا الناس ويرموا ورود، وكل بعثه بتتباهى بحجمها. كثيرا ما راينا ان البعثه بتلخص في حامل العلم واثنين وراه بالظبط، عشان الناس بيبقى يا عندها تدريب يا عندها ايفنت تاني يوم يا عندها ايفنت في نفس اليوم، يعني مسابقه، وبالتالي مش عايزين يجهدوهم او يرهقوهم. الكابتن حماده قال لك كان عندنا تدريب كان الساعة 8، طلبنا يبقى الساعة 2، بعد ما وافقوا رجعوا لميعاد الساعة 8. هذه أسباب تنظيمية أنا ما أقدرش أخوض فيها. طيب. لكن هذا لا في مشاكل ولا في عربيات ولا في احتجاجات ولا في حاجة أبدا. لماذا نصور الأمور بهذه الطريقة؟ لأن بنسأل الأسئلة الغلط اللي عايزها توصلنا لإجابات غلط نعلق عليها بالغلط. عشان كده الأخبار الحقيقة في تقرير لها بكرة سألت السؤال الصح للشخص الصح، الكابتن أيمن صلاح نجم نادي الزمالك الكبير ودلوقتي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد. إيه اللي حصل وإنت الرجل الزملكاوي المسؤول دلوقتي في اتحاد اليد؟ إيه اللي حصل للبعثة؟ قال أيمن صلاح هذه حقيقة أزمة المونديال في جدة. قال لك كل ما يقال عن انسحاب الزمالك من حفل افتتاح البطولة في جدة اعتراضا على وجود رئيس النادي الأهلي والكابتن حسن حمدي هو قول غير حقيقي بالمرة، نظرا لأن تدريب الزمالك كان في 8 مساء قبل موعد الافتتاح بساعة للبطولة، وقال أنه أحضر بنفسه جدول المران وتأكد من موعد تدريب الزمالك، وقال هناك من ينفخ في النار وهذا التوقيت يحتاج إلى تجاهل مثل هذا الكلام. تطرق عضو مجلس إدارة الاتحاد لموضوع الدكتور حسن مصطفى والدعوات، قال أنه الدكتور حسن مصطفى اللائحة تمنحه حق دعوة 15 فرد وهو قيمة كبيرة، واختياره الأشخاص هي حرية شخصية له كرئيس الاتحاد الدولي. وقال رئيس نادي الزمالك لم يكن في حاجة إلى دعوة. اللي بيقول كده الكابتن أيمن صلاح يا أستاذ فتحي، للأستاذ فتحي سند، الكابتن أيمن صلاح نجم نادي الزمالك الكبير وعضو مجلس إدارة الاتحاد بيقول لك إنه رئيس نادي الزمالك لم يكن بحاجة لدعوة، لأنه من ضمن العشر أندية المشاركة في البطولة ووجودهم بشخصياتهم ومجالس إدارتهم أمر طبيعي جدا. وقال أنه معروف أن الكابتن الخطيب والكابتن حسن حمدي في السعودية ولم تكن مفاجأة كما صورها البعض. وقال أنا شخصيا، ده أيمن صلاح، تلقيت مكالمة من الكابتن حسين لبيب لتوضيح بعض الأمور، وتحدثنا عن الأمر باستفاضة منذ أيام وقبل السفر، وتبادلنا الآراء عندما سألني عن رأيي في سفره للسعودية وأنه كان خلاص هيسافر. واضح ان في سبب شخصي عند الكابتن حسين لبيب لازم نحترمه يعني. لكن هو ليه احنا بنعمل كده؟ ليه كل مره عايزين الامور تكبر وكلمه اشمعنى طب احنا ليه؟ ما هو ده برضه سؤال مهم. هو احنا ليه مهتمين هنا في حقيقه تخص مشاركه الزمالك في كاس العالم؟ لان تم الزج بالنادي الاهلي ومجامله النادي الاهلي واشمعنى وتبريرات غير منطقية وغير صحيحة أدت إلى أن يعني نقاد كبار بحجم الكابتن الأستاذ حسن نجيب المستكاوي حسن المستكاوي رحمة الله على نجيب المستكاوي بيسيطر على دماغي والأستاذ فتحي سند اللي بحبه جدا وشايفه راجل دغري قوي، لكن المعلومات اللي جاية لهم خليتهم علقوا بالطريقة دي، هم اللي يعرفوا الحقائق دي. أعتقد أن رأيهم دلوقتي ممكن يختلف، بس ما حدش سأل نفسه سؤال اللي قاله أيمن صلاح، هو رئيس النادي المشارك محتاج دعوة؟ دي البديهة اللي احنا قلناها واللي قالها حتحوت بالزبط. واللي رجع قالها الكابتن، هقول لك ممكن يجي يقول لك ايه، ما انت لو بعت لي دعوة انا عشان احضر بصفتي فرحي. عشان احضر فرحي بصفتي حوفر مكان لحد عايز اصفره كمان. لكن طب ما تيجي نشوف، هو النادي الاهلي لما راح بطوله العالم للانديه في قطر مجلس اداره كله سنة. كله كان هناك. اذا انت كمجلس اداره تستطيع ان تصطحب من تريد، وكرئيس هو بيديك عدد من التاشيرات. الكابتن خطيب ترأس البعثه ليه؟ وكان يقدر يبعت اي حد لادراكه باهميه الايفنت المسابقة، بس المجلس كله موجود كان تستطيع أن تفعل هذا، وتبقى تشوف ساعتها لو طلبت من الاتحاد أو طلبت من كابتن حسن مصطفى يمكن كان عمل لك مجاملات، الله أعلم. لكن أنت لم تطلب شيء، ورغم هذا وصلت لك دعوة بصفتك
هو قال بعد كده قريت للكابتن حسين لبيب الدعوه وصلتني بصفتي مش بشخصي. وانت تدعي بشخصك ليه؟ ما انت هتدعي بصفتك ضروري يعني. ويعني في ناس كتير، لو في ناس كتير مش ناس كتير، ما حدش جات له دعوه بصفته بشخصه يعني، غير اللي ما لهمش في الايفنت. طيب شفنا راي الكابتن حماده عبد الباري مسؤول البعثه، شفنا الكابتن ايمن صلاح نجم نادي الزمالك السابق وعضو الاتحاد المصري دلوقتي، والراي كمان لواحد من نجوم كره اليد القدامى في الزمالك الكابتن حسام غريب. نشوف لوائح الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي من حقه ان هو بيبقى عنده 10 في اي بي، حلو الكلام تمام، او 15، دي لوائح الاتحاد الدولي. انت كرئيس مجلس اداره نادي الزمالك انت من حقك تطلع رئيس البعثه، من حقك تطلع مع نادي الزمالك، لكن الاتحاد الدولي عمره ما فيش عنده في اللوائح ان هو يبعت لرئيس نادي الزمالك ورئيس نادي برشلونه والنادي الدنماركي وقطر، لا هي دي مش موجوده خالص، مش بتاعته. هي الناس الدنيا ما هو الناس مش فاهمه او الناس بتوصل غلط. هو الاتحاد الدولي من حقه يجيب اللي يجيبه، دي لوائح، دي لائحه الاتحاد الدولي بجد يعني. هو عمره ما هيبقى مش هي ال 14 فرقه يجيب لا خالص. بس الموضوع بسيط يعني، ما هو كل بص كل واحد مسافر من رئيس مجلس الاداره يطلع معاه، ايه المشكله؟ ما فيهاش مشكله خالص. بس الموضوع ملوش دعوه بالاختيار خالص ولا والاتحاد الدولي الدكتور حسن، لا خالص يا جماعه، الناس دي في حته ثانيه خالص. احنا دخلناهم في جمله مفيده خالص. النهارده لو كابتن حسين لبيب طلع رئيس بعثه نادي الزمالك في بطوله العالم كان في حاجه تحصل؟ يعني هو الاتحاد الدولي عشان جاب الكابتن خطيب وجاب الكابتن حسن حمدي يبقى هو يبقى لازم اجيب حد من الزمالك؟ بص الناس بتخلق بس اي تعصب بين الاهلي والزمالك بس. أسئلة منطقية هتؤدي إلى الإجابات الصحيحة. يعني لا أي واحد النهاردة زملكاوي أهلاوي أي حاجة هيسمع الأسئلة دي هيجاوب عليها هيوصل للحقيقة. وهنا يبقى لي سؤال أنا بقى إلى صديقي الذي أكن له كل الاحترام والتقدير، وأظن أنا مش محتاج أقول الكلام ده لأني قلته ساعة ما تعين، قلت لكم أستبشروا خيرا بالكابتن حسين لبيب. ولكن سؤالي الآن ماذا حدث يا كابتن؟ اطلع احسم الجدل في كلمتين اتنين، خلي الدنيا تهدى لصالح نادي الزمالك ولصالح الرياضة المصرية ولصالح الشارع المصري، ربنا يبارك لك. طيب حتى في بعض اللقطات المضيئة للأسف إعلام الهري ما وقفش عندها ولا اهتم بيها، اللي هي ممكن تكون رسالة حتى للداخل لجماهيرنا هنا في العلاقة الطيبة. كابتن أحمد شوبير الحقيقة بحس وطني ومهني توقف عندها. نشوف يعني قبل ما هنشوف الكابتن شوبير نسمع كمان رأي الدكتور حسين السمر باعتباره المدير التنفيذي اللي حب يحسم كل هذا الجدل، نسمعه. البعثة وأنا عارف إن كان عندهم تدريب مهم النهاردة في حتى في توقيت افتتاح البطوله، صحح لي لو انا غلطان يعني، يا ريت تقول لي. لا بالظبط صحيح يا كابتن، ان هو كان محدد ليهم التدريب الساعه 8 نعم، وكان الافتتاح 7 نعم، وحاولوا يعني ان يعملوا التدريب الساعه 3 ولكن للاسف اللجنه المنظمه اصرت على رايها نعم، وبالتالي اتفق على ان ينزل طابور العرض او طابور الافتتاح 6 من اللاعبين نعم، وانتظروا ان يبقى في سياره تجيلهم، لكن للاسف ما راحتش الباص يعني، وبالتالي ما حضرش اي من اللاعبين او من بعثه طابور الافتتاح يعني. يعني ليس لاسباب اخرى عشان بس الناس. لا لا لا, لا طيب. خالص. طيب عندي معلومه مؤكده انه كابتن حسين لبيب رئيس النادي ان شاء الله يتوجه غدا للسعوديه لحضور مباراه الزمالك مع برشلونه. اعتذر يا كابتن، اعتذر لا لظروف خاصه بالفعل يعني، هو
عنده اصابه في رجله. بعد الشر عليه. لكنه انا عارف انه كانت دعوته موجوده بصفته رئيسا للبعثه مع كبار الساده المسؤولين، هل كلامي صح ولا غلط؟ حضرتك قول لي برده. لا ما جاتش دعوه رسميه. لك لا كان بيعتبره رئيسا للبعثه يعني والله لا يعني البعض سال ان جات لنا دعوه. لا انا قصدي هو كرئيس بعثه أيوة. المفروض يبقى موجود مع كبار الساده الزوار يعني. طيب يعني هو قال النقطه مهمة جدا ان الكابتن حسين الهيبي كاد ان يسافر ولكن اصابة في قدمه منعته، الله اعلم بالسبب، ربنا طبعا يشفيه لو كان هذا الكلام يعني هو السبب، ارجو انه ما يكونش السبب، نتمنى له كل الصحة والعافية. ولكن اعتقد ان حتى لما جاوب على هو كان في مشكلة ادت الى عدم حضور حفل الافتتاح لباقي البعثة واكتفوا بالتمثيل الرمزي، انا قلت لك ان ده بيحصل حتى في دوراته الاولمبية. اما يكون في سبب هو كان عنده تمرين كمان. كان عنده تمرين. اللجنة المنظمة ده موضوع تاني، قدرت ما قدرتش ده موضوع مش بتاعنا، ما نقدرش نفتي فيه. لكن في كل الاحوال ارجو ان يكون هذا الامر قد يعني اخمد الكثير من الحرائق التي لا لزوم لها. الحقيقة السؤال يتسأل بشكل صح يوصلك للحقيقة والإجابة الصح. أعتقد أن هذا الموضوع استوفيناه جدا، مش إحنا ولكن من السرد اللي حصل أي واحد قاعد في البيت هيسأل نفسه الأسئلة اللي اتقالت هيوصل للإجابات أن ما كانش فيه أي مشكلة ولا أي سبب ولا أي تحيز ولا حاجة خالص، وأن الناس اللي سافرت الشخصيات العظيمة زي الكابتن حسن حمدي والكابتن ومعهم 10 12 واحد تانيين ما نعرفهمش والكابتن محمود الخطيب ذهبوا بشخصهم مش بصفاتي. وده الحقيقه يعني يلخص فكره السؤال حتى اللي طرحه الدكتور مدحت العدل للدكتور حسن مصطفى، تعزم الناس عندك في فرحك يا جماعه، هو الراجل رئيس الاتحاد الدولي وزي ما الكابتن حسام غريب قال هو كرئيس الاتحاد الدولي من حقه يعزم 15 شخص، لما يعزم كابتن حسن وكابتن خطيب ده يضايق الناس في ايه؟ عايز اعرف بس. في الناس اخذت الامور كده في محمل فيه قدر من الحساسيه غير المفهوم، وربطوها ربط خاطئ واتربطت يعني. ربط خاطئ رغم انه اي حد يسال نفسه السؤال صح، ايه انعكاس ده على قرارات الاتحاد المصري مع الاهلي او ضد الزمالك في كره اليد؟ الخلاصه هتكتشفوا بالاجابه قد ايه احنا بنمارس. هو مين اللي عين؟ مين اللي عين؟ قد ايه ان احنا بنمارس قدر كبير من هذا التجاوز؟ ها؟ مين اللي عين كابتن ايمن صلاح بقيمته وتاثيره وكابتن مؤمن صفا بقيمته وتاثيره وهم رموز نادي الزمالك ضمن هذه اللجنه؟ الاتحاد الدولي. لما يعين دول يبقى ده حقه، لما يدعو مجرد دعوه لاصدقائه من حقه. هو واحنا على فكره الامر لازم أن يناقش كده، من حق رئيس الاتحاد الدولي او من حق رئيس الاتحاد المصري لما يكون عنده حق قانوني اللائحه بتقول ان هو يعزم 10 15 شخص ما اقدرش احجر عليه. طيب. الا لو كان انت عندك مشكله مع الكابتن حسن والكابتن خطيب وجودهم يسبب لك حساسيه، ما دي ترجع لك انت تتعالج منها انت. هل هو تستطيع ان تسال هذا السؤال وتلوم لرئيس الاتحاد الدولي؟ ها لكنت دعيت شخص، ها مين ده؟ مش مين شخصيه عامه. انما لما تجيب حد يعني يعني الاوساط الرياضيه السعوديه يعني تحتفي بيه. الاوساط السعوديه العالم كله. لا وجوده في السعوديه محل حفاوه وتقدير للاوساط يعني الرياضيه. ما انا بكلمك ان هم لما بيروحوا في حته في افريقيا اي مكان هم محل اهتمام. يعني هي حساسيه شخصيه. هم مش اكتر صدقني. الربط الخاطئ هو الربط الخاطئ. والله هي مجرد حساسيه شخصيه مش اكتر ولا اقل. لو كان دعا اي حد من المسؤولين الرياضيين في مصر ما كنتش هتسمع اي حد من الاصوات دي. محافظ المنصوره لما دعا كابتن الخطيب برضه اشمعنا. الله ما هو ليه انت هنفضل في اشمعنا واخواتها دي بجد يعني؟ ايه الحساسيه الغريبه دي؟ عموما بقول لكم كابتن شوبير استوقفته لقطه مضيئه للاسف اعلام الهري ما وقفش عندها، لكن الكابتن شوبير اشرها. صدقوني صدقوني والله واحنا بره مصر
الناس ما بتتكلمش لا على اهلي ولا على زمالك، يعني هيتكلموا الاخوه في السعوديه يقول لك الله ده انت عندكوا فريق قوي، ده الفريق المصري كان هايل، الفريق المصري بيتكلموا بلفظ المصري يعني، ادي الجماهير المصريه. مش هقول ان في اهلاوي يعني، مش هاخد بالي من العالم ده لحسن في بعض الاخوه الزملكاويه بيزعلوا لما بقول هذا الكلام، لكن الصوره هي اللي بتقول حتى لو شخص واحد. هذه مشاعر رائعه جميله جدا، رساله مصريه رائعه للجميع ان احنا خلف بلدنا في اي وقت يعني. والله برافو يا كابتن شوبير، وانا اتمنى ان نحافظ كلنا على هذه الصوره طول عمر المدرجات فيها اهلي وزمالك في المناسبات القاريه والدوليه، وكنا جنب بعض. والله ياما انا كنت حريص، انا كنت بروح مع رجل اعمال الكبير رحمه الله عليه محمد شتا، ومع الكابتن محرم الراغب، ومع الاستاذ ممدوح عباس ربنا يديهم الصحه، اهلاويه وزملكاويه مع بعض الماتش في عربيه واحده اهلي وزمالك، ونرجع مع بعض ونداعب بعض وبتاع، انما كانت الدنيا لذيذه. واحنا كنا بنروح ليه؟ كنا بنستمتع. دلوقتي انت قاعد في البيت مش عارف تستمتع بماتش. ده كان خلاصه الكلام في هذا المشهد العبثي اللي الحقيقه يعني نتمنى انه البعض يتعالج معاه من هذه الحساسيه المفروطه جدا، لانها خطر على الصحه. هيظل الكابتن محمود الخطيب له هذه القيمه، هيظل الكابتن حسن له هذه القيمه، هيظل الدكتور حسن مصطفى واجهه مصر الرياضيه الدوليه الكبيره جدا، فعلى الجميع يشوفوا لهم حل. ده كان كل ما لدينا، لكن يبقى دائما وابدا هناك الكثير بعضمة لسانه. الفار تحت التعديل، خاصية أو تقنية حكم الفيديو المساعد من أول ما دخلت وتم تطبيقها الموسم مش المنقاض اللي قبل منه، في نص منه كان الأستاذ عمرو أو الأستاذ عمرو الجنايني كان في خلال ترأسه للجنة الخماسية قدر الحقيقة ينجز هذه المهمة. في الموسم الأخير أو الموسم اللي فات اللجنة الثلاثية برئاسة المهندس أحمد مجاهد في اتحاد الكرة مع الفار أثير الكثير من الكلام المؤثر، حتى تم تعديل لجنة الحكام الرئيسية، وجاء بالكابتن عصام عبد الفتاح الحكم الدولي السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ليرأس لجنة الحكام. كابتن عصام عبد الفتاح كان تم تسريب بعض التصريحات له اللي نقلتها جريدة العين الإماراتية أو موقع جريدة العين، وقالوا أنه قال في تونس في محاضرة مع الحكام التوانسة الفار عمل مشاكل في مصر وأهدى الدوري أو غير مسار الدوري وظلم ناس كتيرة، وناس أكدت أنه الفعل الكلام قيل. لكن كابتن عصام مع نفيه من هذا الكلام لم ينفي تقديره أو تقييمه للتجربة، ومن أول يوم قال في مشاكل في الفار أهمها بالنسبة للعنصر البشري ما عندناش حكام فار معتمدين من الفيفا كافيين. قال إن أنا هعمل ورشة عمل، هعمل دورات تدريبية، هحاول أرتقي بحكام الفيديو، وأحاول أعتمد من الاتحاد الدولي عددا من حكام الفيديو. امبارح الحقيقة كان الخبر السار اللي نقله لنا الاتحاد المصري إنه اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم 74 حكم مصري جديد للعمل بتقنية حكم الفيديو الفار، وذلك بعد اجتيازهم الدورة التدريبية التي عقدت طوال شهر سبتمبر تحت إشراف الكابتن وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق، ومحمد عبادة مدير المشروع، وفريد منصور مسؤول إعادة تشغيل الار او. جاء اعتماد الاتحاد الدولي للدفعة الجديدة للعمل بالتقنية بواقع 24 حكم ساحة و24 حكم فيديو و26 حكم فيديو مساعد لينضموا إلى زملائهم القدامى الذين تم اعتمادهم الموسم الماضي. دي قائمة الحكام اللي اعتمدها الاتحاد الدولي عشان يكون عندنا 46 حكم وحكم فار والجدد في القائمة اللي حضراتكم شايفينها. بالمناسبة الأهلي كان أول من استجار ب أو طلب من الاتحاد المصري من وقت ما كان المهندس هاني أبو ريدة رئيسا للاتحاد انه ضروره العمل بتقنيه حكم الفيديو المساعد. الى اي مدى اثر حكام الفيديو
في توجيه بطولة الدوري خارج النادي الأهلي. في هذا التقرير هتشوفوا خلاصة ال 15 نقطة اللي الأهلي ضاعت منه طوال الموسم اللي فات واللي أضاعت عليه بطولة الدوري بسبب الفار، اللي البعض بيعتقد دلوقتي إنه الفار هو اللي أنصف المنافس. مش بيعتقد، بيردد ويؤكد. لا، ما هو شغل التوجيه بقى. واخد بالك، يطلع مدربين انتمائهم معروف ويطلع ناس انتمائها معروف ويقول لك من هنا ورايح بقى الزمالك يكسب لان الفار. ما هو عايز يؤكد ان الفار جاب له العداله، ولكن احنا هنؤكد لك كيف ساهم الفار في منتهى الظلم هذا الموسم. نشوف هذا التقرير. طيب، الاهلي وهو يستنجد بالفار، انا قلت لك ايه؟ فاكر الكلام؟ ان الفار بشر بيتحكم فيه بشر. اه، المشكله مش هتبقى في الفار، المشكله في البشر. وهناك مقوله جميله جدا ولا احد يطبقها بمعناها، ان الحكم بشر. طب ما البشر بيغلط، والبشر بيتعمد الخطأ احيانا، والبشر يتعمد الانحياز احيانا في ارائنا الشخصيه. مادام بشر مش بشر. ايوه، في كل هذه الميزات. بالظبط، ميزات العدل والظلم. معايير العدل والظلم. فلما تبص تلاقي ان حكم واحد في مباراه واحده، انا هاخد مباراه المحله دي لانها النموذج الفج. من خطا وهمي يتسبب في هدف، في هدف الاهلي، ومن ثلاث أخطاء حقيقية واضحة وضوح الشمس تهمل حتى لا يأخذ الأهلي حقه. ومعروف ضربة جزاء وطرد فتح الله، ومعروف. ومعروف. طيب، احنا قبل كده لما كان بيجيبوا الحكم الخامس اللي وقف على الخط ده، كنت بقول لك شوف الحكم كده ان يشارك في اللعبه، عزم الدرجل العام، ولا يحتسبها في ماتش الانتاج الحربي بتاعه ازارو. ولا يحتسبها في مرتين مع في بيراميد مع حسين الشحات واحمد الشيخ. طيب اسمها ايه؟ ما هو ده اكتر من الفار بقى، ده راجل مشارك في اللعبه ويعمل لك كده، يعمل لك كده يا ولد هايل. شفت كل حاجه بس ما فيش حاجه. هتقول ايه يا جماعه؟ انتوا بتتكلموا في ايه؟ الاهلي، احنا نلوم الاهلي لانه رغم كل ما حاق به من ظلم، ورغم كل ما حاق به من ظلم نتيجه عدم يعني اعمال المعيار العداله في للمنافس، كان يستطيع ان يحسم الدوري بذراعه رغم كل ده. طيب، الفار أثر بالشكل المباشر في إهدار الأهلي لهذه الحقوق، ماذا فعل مع الزمالك؟ نشوف هذا التقرير. طيب، الكلام ده كله مش رأينا يا جماعة، في كل اللقطات اللي عرضناها لكم ده كان رأي الخبراء الذين أكدوا على كل كلمة جت في اللقطات دي. وكان يمكن المثال الصارخ برضو ماتش المصري، لأن لما تيجي في الوقت المحتسب بدل من ضائع في الثواني الأخيرة تحسب ضرب جزاء لازم تبقى متأكد قوي. أولا اللعبة لو هنيجي نشوف كان يسبقها فاول ضد مدافع المصري، فكان ينبغي يبقى فيه صفارة هنا كل ما طلع من أحداث غير موجود، اللي هو استندوا إليها إن في لمسة يد. طيب، حتى لو مفيش دفعه بقى، تعالوا نتكلم على نفس لمسه اليد. اللاعب مد ده واقف كده، هو واقف كده لما تشوفوه قبل الكره ما تعدي ساعه الدفعه بيبص على زميله واقف كده. لو جبت الصوره تاني بتاعه الدفعه هتجد ان اللاعب اللي اتحسب عليه ضربه الجزاء هو واقف كده، ما كانش نط لسه ولا عمل حاجه، ولما جابت الكره نط كده ظهره للمهاجم مش شايف الكره عشان يقدر يمنحها بايده او يعمل حاجه. ورغم هذا اتحسبت جهاد جريشه والصباحي ومعروف والحنفي، دول لوحديهم من ال 15 والتسعه كانوا كام التانيين؟ 10 و10 يعني 25 نقطه، مسؤولين عن 18 نقطه مثلا. فيا جماعه احنا لما بنقول
نستنجد بالفار. ليه بنستنجد بالفار؟ الفار بيعمل ايه؟ يعني احنا زمان كنا نقول ايه، ما هو الحكم ما عندوش طرف انه زي استديوهات التحليل كده يعيد بالبطيء ويرسم الخط الوهمي ويشوف. فكنا بنقول الحكم ما بيلحقش، وربما نلتمس له الخطا التبرير الخطا. فكنا بنامل ان الفار اللي عنده بقى درجه استئناف يقدر يشوف بيها كل هذه التقنيات، انه يرسم الخط وبالبطيء ويعيد اللقطه اكتر من زاويه واكتر من مره، انه حقق العداله. ده المنطق ولا ايه؟ لكن بالطريقه دي يا كابتن عصام، اذا كنت مدرك ان الفار كان عامل ازمه عليك ان تزيل الاسباب، والا واذا لم تزال الاسباب ولم تتحقق العداله يبقى هناك اراده في عدم تحقيق العداله، ولنا كلام اخر بعد الفاصل. ما تخافش على الاهلي، وما تخافش على الاهلي طالما رجالات الاهلي على التوالي بين كل العصور حريصين دايما وابدا ان الاهلي يفضل في الصداره. دي حقيقه هتتاكدوا منها لما تشوفوا ماذا لدينا في الغربال. ولا تزال نبوءه المايسترو تتحقق بعد 21 سنه في القرن الجديد، يعني تقريبا خمس القرن ممكن ينتهي. ما ننسى يعني اخذتنا الاحداث ان احنا نتقدم واجب العزاء للابن وليد مبروك. وليد مبروك متولي في وفاه والد زوجته، فيعني ربنا تغمدها برحمته كل العزاء. خلص التعازي والمواساة والعزاء. طيب فاكرين الكابتن صالح عليه رحمه الله وهو في جوهانسبرج بيتسلم وسام نادي القرن، الاهلي نادي القرن العشرين في افريقيا، الكلمه لما قالها دعا بالحضور وقال لهم ان شاء الله في نهايه القرن الجديد نيجي نحتفل والاهلي نادي القرن، والناس كلها ضحكت. بعد 21 سنه او بعد خمس القرن يا كابتن صالح، لروحك ان تطمئن وتهدأ على النادي الاهلي انه الاهلي فعلا ما زال في صداره انديه القاره. ما من استفتاء ينظم سواء من الكاف بالتراكمي او بالمنفصل لحسابات القرن الجديد الا والاهلي في الصداره، بل انه كمان الاقي موقع الفارق بيتسع وكمان الفارق بيزيد. الاقي موقع فوتبول داتابيز بيصنف انديه العالم كلها، الاهلي ال 29 عالميا ب 1750 نقطه، والاول عربيا وافريقيا، يعني بين كل انديه القاره الاهلي 29 عالميا والاول افريقيا، يعني هو نادي القرن بكل الاستفتاءات وبكل التصنيفات وبكل الحسابات. اقرب الانديه المصريه للنادي الاهلي هو نادي الزمالك الشقيق في المركز 124 عالميا، يعني الاهلي 29 والزمالك 124، الاهلي 1750 نقطه والزمالك 1593 نقطة متساويا مع ماميلودي سان داونز. الترجي الرياضي في المركز الرابع ب 1580، ومازيمبي الكونغولي 1574 الخامس. بيراميدز في مشاركته الأفريقية جه في المركز العشرين أفريقيا ب 1461 نقطة. طيب ده حسابات هذا الموقع اللي هو فوتبول داتابيز للتصنيف العالمي. كمان الاتحاد الافريقي لما يجري داخل القاره، هو انا بس عايز اتوقف هنا. هو الموقع ده اعتمد على ايه؟ نظام النقاط ولا اعتمد على ايه؟ نظام النقاط. الله اكبر. محدش بيعتمد غير على نظام النقاط. الكاف لما يجري التصويت صوتي على موقعه على اختيار التشكيل الأفضل في كل المراكز للكرة الأفريقية في العشرين سنة الأخيرة، عشان يكونوا دول نجوم الخمس الأول من القرن الجديد، القرن الواحد وعشرين. فبص الاقي في هذه التشكيلة الأهلي صاحب الوجود القوي،
الحمد لله مصر صاحبة الحضور الأمثل فيها، يمكن من خارج النادي الأهلي محمد صلاح واخد الجناح الأيمن الأساسي في هذا التشكيل، لكن التشكيل ضم من النادي الأهلي ومنتخب مصر عصام الحضري قياسا على ما أنجزه من النادي الأهلي حتى خروجه في 2008. في الدفاع أحمد فتحي أحسن باك يمين وسيد معوض أحسن باك شمال، يعني بصوا في التشكيل، ووائل جمعة أحسن قلب دفاع معاه خليل الكولوبالي، في نص الملعب في يايا توريه ومحمد أبو تريك ومحمد صلاح وساديو ماني، وفي الهجوم صامويل إيتو وديديه دروجبا. إذن محمد أبو تريكة أفضل صانع ألعاب في هذا التشكيل، أحمد فتحي أحسن باك رايت، وائل جمعة أحسن قلب دفاع، سيد معوض أحسن باك شمال، وعصام الحضري أحسن حارس مرمى. يعني مين أحسن صانع ألعاب؟ أبو تريك. أبو تريك. طيب مين اللي بيعمل كده؟ أنا ليه بتكلم عشان كده المقارنات اللي عماله تطلع بين النجوم وبعضها، كابتن الخطيب وابو تريكه ومش عارف ومين ومين، هذه المقارنات اللي انت انا عارف انك ما بتحبهاش، لانها لما انا ليه بقول المركز ده بالذات، لما المقارنات بتتم بين اجيال مختلفه انا كمان ما بحبهاش، ولما المقارنات تتم مع مراكز مختلفه انا كمان ما بحبهاش، ولكن لما يبقى اربعه من النادي الاهلي في مراكزهم هم الافضل على القاره والخامس محمد طبعا كابتن محمد صلاح، ده خلاص الفجوره. ده اللي عدى ده لوحده خالص، ده في حته من انجازات وتطور ومكانه عالميه لوحده. وده بالمناسبه يا جماعه عشان البعض بيروق ليه مقارنه صلاح بنجومنا المصريين الكبار اللي ليهم كل التقدير والتحيه. صلاح في حته تانية، محمد صلاح حاليا يقارن بافضل لاعب العالم، ان شاء الله يفضل في هذا التطور سبب وهذا مهم. التقدم ونشوفه احسن لاعب في العالم باذن الله ويقدر وقريب منها. فخلوا صلاح بعيدا عن مشاكلنا الداخليه وبعيدا عن العبث اللي احنا بنشتغله ده، بالاضافه الى قدراته وامكاناته شخصيته وطموحه ايضا المناخ اللي اتحط فيه. طبعا هو احترف بره وبعدين تدرج في الاحتراف، سويسرا، انجلترا، ايطاليا، انجلترا، اذا دايره اوروبيه متدرجه، شغله على نفسه وطموحه هيأ له ان يصل الى هذه المكان. اي النجوم اللي احنا بنتكلم عليها بقى اللي مش في الجيل ده لم تتاح لهم هذه الفرصه، فما نقدرش نحطهم في مقارنه. ماذا لو كانوا في هذا المناخ كانوا وصلوا لايه؟ هو طبعا التصويت بتاع الكاف ده على ال 20 سنه دول، انا مش بتكلم بقى على 20 انا بتكلم في المطلق. في المطلق اللي لعب في في الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات هيعمل ايه؟ يعني لو لعبته في الملاعب الافضل يعني وخصوصا يعني جيل الثمانينات بتاع الكابتن حسن شحاته والكابتن محمود الخطيب والكابتن علي بوجريشه وقبليهم الكابتن الشاذلي او معاهم الكابتن الشاذلي ومصطفى رياض، كان في لعيبه تستطيع انها وبضيف عليهم وكابتن رفعت وكابتن صالح. كابتن صالح راح جراز وعمل نجاح هايل جدا بس راح هو كبير النمساوي. انا بضيف اليهم واحد انا كنت شايف انه يستطيع انه يعمل اي حاجه لو راح في اوروبا، اثنين الحقيقه، كابتن بدر فتاح وكابتن محمد بدوي بتاع المصري. طيب بمناسبة برضو الأهلي والمحترفين، الحياة الجمهورية فيها كان تقرير بيقول سقطة حمراء في عقد أجاييه وبيراميدز ينتظر، وبيقول تقرير الجمهورية تحاول الإدارة الحمراء الخروج من سقطة جونيور أجاييه لاعب الأهلي الذي يطلب الحصول على 900 ألف دولار رغم خروجه فعليا من حسابات الفريق بالتعاقد مع مكسوني وبيرستاو إلى جانب الثلاثي علي معلول وبدر بنون وأليو ديانج. الجمهوريه بتقول كان الاهلي تعامل مع اجاييه بلوائح الاتحاد المصري اللي تسمح له بوضع اللاعب ضمن قائمه الانتظار، لكن هذه اللائحه ليست من بنود الفيفا، وهو الامر الذي يجعل اللاعب في موقف اقوى ويستطيع الحصول على كافه مستحقاته بعد اللجوء للمحكمه الرياضيه، وسيكون الاهلي مجبرا على دفع كامل العقد للاعب مع الانتقال لاي نادي داخل مصر، خاصه وان لوائح الاتحاد الدولي دائما ما تميل في صالح اللاعب فيما يتعلق بمسألة المشاركة واللعب، وهو ما يجعل أجاييه قريبا من بيراميدز أو الزمالك في يناير. مبدئيا الزمالك المحكمة الرياضية الدولية النهاردة أيدت
عقوبة نادي الزمالك اللي وقعها الفيفا بحرمانه من القيد فترتين. فاحتمالية الزمالك في الموضوع أجاييه بره الحسابات. يبقى الكلام على بيراميدز. أولا يبقى الكلام على فكرة قائمة الانتظار، وهل الفيفا يمنعها أو يقرها؟ أنا ما عنديش معلومة في الجزئية دي. ما أعرفش. إنما اللي أعرفه أصل بره ما فيش حاجة اسمها قائمة. يعني بره الموقف مش وارد. الموقف إنك بتأيد كل اللي عندك طالما إنك بتديله. إن شروط القيد بتاعت الاتحاد المحلي. لا. يعني عايز أقول إيه؟ بره أنت هتستند على إيه؟ المعيار الدولي. مفيش قايمه. المعيار انك انت اللعيب انت متعاقد معاه، ها، بت بت بتدي له حقوق وبتسمح له يتدرب، خلاص هو بياخد حقوق. لكن انت عشان بتعمل قايمه فانت عملت معاها نظام خاص بيك. اللي بره القايمه يبقى بره. وانا اعتقد ان ده اللي خلى الاتحاد المصري يتنبه ويعمل قايمه الانتظار. ان هو ازاي انا بقول للانديه بتاعتي وبضعفها تجاه تعاقداتهم مع اللعيبه الاجانب وانا مقيده بقايمه؟ طب ما يعني لو في قايمه بتسمح بست اجانب، القيد ده مش موجود بره. ايوه. اجاي هتسجل ولا مش هتسجل؟ هيتسجل. اذا اللي منعك ايه؟ القايمه. اللي ايه هي ايه؟ المحليه. اسال السؤال بقى الصح. اذا قايمتك الاتحاد المصري، لا، لائحتك المحليه حالت دون قيده. أيوه. اذا مين اللي بيحل المشكله؟ الاتحاد المصري. لائحتك المحليه. اقصد اقول ايه؟ القيد وعدم القيد هنا انت يعني انا لو محامي النادي الاهلي هطلع اقول كده. انا اللعيب عايز استفيد منه، عايز استفيد منه يحول دون الاستفاده منه اللائحه او النظام بتاعي. ولذلك بقى النظام بتاعي اتاح لي فرصه عشان لا اهدر اموالي ان احطه على قائمه الانتظار وهو متعنت في الانتقال الى اي نادي اخر. وانا بقول له انا مستعد ادي لك جزء بس تروح نادي اخر. واعتقد كمان ان في حاجه مهمه يا استاذ ابراهيم، هل الاتحاد الدولي هنا برضو دي عايزين اجابه عليها، بيطلق فكره انك تاخد عقدك بالكامل وتاني يوم تروح تلعب في حته تانية، ولا انك بتاخد عقدك لحد ما تتعاقد؟ ايوه ده المنطق. انا سالت النهارده هذا السؤال لحد المفروض ان ايده في اللعبه، فجاوبني قال لا لحد ما ايه يتعاقد معايا حته تانية. يعني هو مش بس هو رافض. اذا رافض خليك معايا، هعمل لك ايه؟ ولو اتيح عليا ان الاتحاد يقول ستة اجانب او يزود لي اللائحه هلاعبك. الحقيقه يمكن ده ما حصلش لاي لعيب مع النادي الاهلي او مدرب الا جونيور اجيه. وجونيور اجيه لانه لقى ناس تلعب في دماغه ولقى ناس تحركه في هذا الاتجاه، والجمهوريه بتتكلم على بيراميدز واحنا اتكلمنا على بيراميدز وقلنا القائمين على هذا النادي يستهدفون النادي الاهلي بوضوح. هو اللي عايز يستفيد منه، هو اللي عايز يستفيد منه يا استاذ ابراهيم. ايه اللي يخليه يقعدوا 16؟ لا ما عايز ياخده ببلاش بقى. يعني هو جزء منها ايقاع الضرر بالاهلي، يعني فيها امور شخصيه قليله قوي قوي. مش عارف انا يعني الحقيقه، ما انا الاوان بقى ان الدنيا تتظبط شويه. يعني انا ما كل ده ليه؟ لو انت عندك النظام المالي السليم او الشفافيه، ودي وده دور اللجنه بقى اللي جايه تظبط لنا النواحي الماليه دي شويه. لكن على ذكر بقى الناس اللي مشيت من النادي الاهلي وفضل عندها هذا التقدير والاحترام بل الندم على ان هي مشيت من النادي الاهلي، بين كل المدربين اللي اشتغلوا جوزيه بيسيرو، فاكرين بيسيرو مشي من النادي الاهلي عشان يدرب سبورتنج لشبونه ومع ذلك نشوفه قال ايه. بورتو لما مشي من النادي الاهلي وراح درب نادي بورتو البرتغالي، طبعا نادي كبير في البرتغال، هل ندم ان هو ساب النادي الاهلي ولا يعني شايف الموضوع ازاي بعد سنوات من رحيله عن النادي الاهلي؟ انا كررت الحكايه دي كذا مره للاعلام المصري. انا كنت شايف ان في الفتره دي كنت المفروض اكمل مع الاهلي ان اكسب معاهم بطوله الدوري واكسب معاهم بطوله افريقيا، لكن ده
مر للاسف اصبح من الماضي، لكن حصل الموقف اللي اجبرني ان اتخذ القرار ده اني اروح امرن بورتو، لكن انا كنت حابب اني اكمل في الاهلي واحصد البطولات اللي كنت شايف اني اقدر احصدها مع النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي كبير وفي لاعبين اقوياء، وكنت احس احسن لو كسبت البطولات دي معاهم. هل من ساعه ما مشي بقى من مصر وراح البرتغال بيتابع اخبار النادي الاهلي، بيتابع الدوري المصري، ولا يعني مش في دماغه بقى الفتره اللي فاتت؟ انا بتابع النتائج وبتابع الالقاب والبطولات والاخبار اللي بتحصل والبطولات اللي فاز بيها الاهلي وبطوله افريقيا اللي النادي الاهلي فاز بيها اخر مره. انا بتابع الاخبار دي كلها. يعني ما فيش حد الحقيقه بيقول كلمه حق. ما تجيبش اي مدرب ساب النادي الاهلي الا مقدر الفتره اللي قضاها وقول ليتني ها يعني كملت واستطعت ان احقق كل هذه النجاحات اللي حققها الاخرون مع النادي الاهلي. باسيرو واحد من المدربين اللي جه وهو اللي مشي عشان يروح بورتو. ايوه، ولكن يعني فطرته في النادي الاهلي. انت قلت سبورتنج لشبونه هو بورتو. ايه بورتو فعلا. لما انا عارف انا فاكر ساعتها. بورتو يعني نادي مهم جدا، احد انديه القمه في البرتغال، فهو ما قدرش يقاوم الاغراء، لكن بمجرد ما راح بورتو ندم على النادي الاهلي. وهنا ال 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 90%، لذلك انت مستغرب على موقف اجاييه. اللي لازم ربنا يهديه ويرجع له عقله ويلحق له دوري من الدوريات اللي بره، علشان فترات القيد هنا انتهت خلاص. فهيضطر يستنى للشتاء او يرفع قضيه بقى ويروح بقى، ما اعرفش هو هيعمل ايه يعني. اللوائح عندنا لازم تتغير شويه، وتتغير لصالح الانديه شويه. كل لوائحنا لصالح اللعيبه. يعني ايه انا ما وصلش الى كومبرومايز او حل وسط مع الاتحاد الدولي في مصر، اقول لهم انا عندي ظرف خاص، انا عندي قيد على اللعيبه الاجانب خمسه، انا عندي قايمه مره تبقى 30 ومره تبقى 35 واحيانا اعملها 25، مره اقول اللاعب السوري مصري واللاعب الفلسطيني مصري واللاعب العراقي ممكن يبقى مصري، ومره اقول لا. فاحنا مسببين مشاكل لانديتنا، لابد ان احنا واحنا في الاحتراف نكون حريصين على اموالنا شويه. بمناسبه الفلسطيني، خليني أشيد بقرار الحياة لقطاع الناشئين في النادي الأهلي. ملتقى المدربين الرياضيين الفلسطينيين كان بعت الصديق العزيز في رابطة محب ومشجع النادي الأهلي أو مرابطة الأهلي، جمعنا في كل مكان، أسامة عمر تواصل مع الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي في طلب عدد من المدربين الفلسطينيين يجي يعملوا معايشة مع قطاع الناشئين في النادي الأهلي. كابتن خالد بيبو وافق لهم على حضور 12 مدرب فلسطيني فترات معايشه، في كمان عندك مدرب اجنبي، فترات معايشه مع المدرب الاجنبي في قطاع الناشئين. فده تعاون جيد جدا، ويستحق عليه الاشقاء في فلسطين كل الترحيب بالتاكيد في ناديهم وفي بلدهم. النادي الاهلي جدد لصلاح محسن، لكن في هدوء شديد. يفضل دايما وابدا الناس مشغوله، تفضل الناس مشغوله قوي، فلان ماشي وفلان بيضغط وصخب كتير، لكن اول ما يحصل التوقيع ما حدش بيحس بحاجه. ده اللي قاله الزميل ابراهيم فايق. نشوف النادي الاهلي لما بيمدد للعيب عمرك ما تشوف زحمه، عمرك ما تلاقي في صوره تمديد تعاقد لعيب زحمه، في منصب بتايتل اسمه مدير التعاقدات في النادي الاهلي. شغلة المنصب ده، شغلة المنصب ده بغض النظر عن اسمه، هو العمل في التعاقدات، صح كده؟ طيب يبقى لما يحصل تمديد تعاقد مين اللي بيبقى موجود في الصورة ده؟ مش تلاقي ناس كتير 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 6 7 8 9 10 تنفار وتلاقي الصورة بالعرض. ده اسمه سيستم. بيفرق؟ بيفرق. بيديك مؤشرات؟ بيديلك مؤشرات انه ما فيش حد بيدور على الصورة ولا بيزاحم على الصورة ولا بيجري ولا ورا لقطة. واوعى تفتكر انه
امير توفيق فقط لا غير هو اللي نجح في انه يمدد تعاقد عمرو السولية فقط لا غير. لا، دي منظومه النادي الاهلي كلها، بس عمرك ما تلاقي رئيس النادي موجود في الصوره دي، عمرك ما تلاقي اي عضو مجلس اداره في النادي الاهلي موجود في الصوره دي، عشان ده اسمه السيستم، ده اسمه النظام. فالنظام ده بيفرق، بيفرق في حاجات كتير، بيخليك طول الوقت ما تتغيرش. يعني ايه طول الوقت ما تتغيرش؟ يعني يتغير عليك ادارات بس الناس بتاخد على الشكل ده، فده السيستم. يعني دي تقاليد عمل. يعني ما فيش فعلا تهافت من منذ يعني بدايه الامر كله. والله ده انا كنت ساعات انا وكابتن ثابت رحمه الله عليه يعني نقول له يا عم ما تاخده عندك في مكتبك، يقول لي انت مش عارف ايه، يعني الموضوع مش شايفينه، يعني ده شغل بتاع ناس معينه هي اللي تطلع تقدم هذا الكلام، الا البعض اللي كان بتعمل لهم مؤتمرات. يعني احنا في اول تجربه بتاعت افيلينو وجيلبرتو كان تجربه جديده ان في دعم رسمي وفلوس هتخش النادي الاهلي هتستثمر وترجع يعاد تدويرها في استثمارات تخص اللعيبه، كانت التجربه كده وقتها. فده اتعمل تسويقيه، اتعمل بانر واتعمل مؤتمر، وجه السفير الانجولي وجه يعني كان مؤتمر بشكل بدايه تقديم اللعيبه بالشكل ده. وبعد كده الباقي يعني ما كملتش التجربه لاسباب بعدين نحكيها. بعد كده بقينا بيعلن يعني الفانيلا في حضور الشخص المعني او مدير الكره فقط. طيب خلينا بالمناسبه نهني اسره الاسكواش في النادي الاهلي والسكواش المصري على فوز لاعب النادي الاهلي مصطفى عسل ببطوله امريكا المفتوحه للسكواش. ده انجاز كبير الحقيقه، لانه كمان تغلب على زميله طارق مؤمن 3-2، عمل ريمونتادا كبيره. مصطفى عسل كان اتاخر بشوطين، رجع كسب 3-2، وفازت زميلته ايضا لاعبه وادي دجله نوران جوهر ببطوله السيدات. النهائي كان مصري خالص، سواء في الولاد او البنات. لا، ما مصر سوء بختها ان السكواش دي مش لعبه اولمبيه. دي كانت هتوري العالم. وعلى فكره ممكن لما تبقى لعبه اولمبيه تبص تلاقي تطور حصل في اللعبه. لكن انا بتفرج على المنافسات يا استاذ ابراهيم، شدتني في الفتره الاخيره دي اللعيبه المصريين ايه ده، وبتشوف القتال على اللعبه. ده مصطفى عسل ده لما تتفرج عليه وبيلعب مروان الشرباجي، واحد من المصنفين الكبار في منتخب مصر على العالم يعني، وبيطير وزي الحراس المرمى بيجيب من هنا ويجيب من هنا. اللعيب ده على فكره هنا جوده ماشي على خطاه، وهو ماشي في يعني وهو في مراحله السنيه عمال يكسب اكتر من مراحله السنيه، ويكسب ويتقدم مراكز دوليه، كسبان السنه دي بطولتين مهمين. كل التهنئه لاسره السكواش ومصطفى عسل، وكل التوفيق لأسرة كرة السلة. بكرة الأهلي والاتحاد الساعة 6 مساء في صالة برج العرب، ده هتكون إن شاء الله في دور قبل النهائي للبطولة العربية. كل التوفيق لأبطال الأهلي في هذه المباراة. النادي الأهلي ككرة سلة في البطولة دي المتابع، لا بيعمل يعني بيعمل شكل جديد للعبة. عارف يقلب أكتر من ماتش هو متأخر فيه، الماتشين اللي لعبهم سواء قدام الفريق اعتقد المغربي والسعودي، الاول ماتش سعودي كان متاخر وتقدم، ونفس الشيء مع الفريق المغربي، وبعد كده الجزائري تقصد ولا هو في السيمي فاينل؟ الفتح المغربي، المغربي، وبعدين الماتش بتاع امبارح بيروت، الفتح ده بقى السعودي. الفتح السعودي ماشي، الفتح المغربي راجع بس، الفتح السعودي وفريق بيروت اللبناني. الماتش الاخير بيروت امبارح بقى ده، اول امبارح بيروت. ليه بقول بيروت؟ هذه مباراه مهمه جدا جدا جدا. يعني اول مرحله الاهلي كسبان، ثاني وثالث مرحله مغلوب، وبعدين يستطيع ان يخطف الفوز في الثواني الاخيره ويفوز بالمباراه. من امتى الفرقه الاهلي تحديدا الفرقه المصريه بتقدر تعمل كده مع الفرقه اللبنانيه،
ده يدلك ان هناك تطور. لكن العقبه بتاعه بكره ما فيهاش هزار، ده الاتحاد السكندري يا جماعه. فربنا قدرنا وربنا وفقنا وربنا يخلي الفرقتين يقدموا كره سله تليق فعلا بالاتحاد والاهلي ان شاء الله، لان الاهلي كان مشواره في البطوله كسب شعب حضرموت اليمن وبعد كده كسب الوداد بوفريق الجزائري. يا عم بقول لك الفريق وداد بوفريق الجزائري ثم الفتح السعودي ثم بيروت بوفريق اللبناني. وداد بوفريق، وداد بوفريق. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. ما تخافش على الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. وما تخافش على الاهلي، طالما الاهلي عنده هذا الارث الحضاري الرياضي الطويل وطالما كان القائمين عليه على هذا القدر العالي من الوطنيه والمسؤوليه والحرص الشديد على ان يكون النادي الاهلي في افضل صوره، ده لانهم كانوا دائما وابدا هم الشموع الحمراء. عن إدريس راغب باشا، واحد من مؤسسي النادي الأهلي، واحد من أصحاب الدور الكبير في نشأة النادي الأهلي منذ بدايته. كانوا نخبة من الوطنيين، نخبة من الشباب اللي آمن بقيمة الوطن وبحق الوطن في الاستقلال وفي التقدم وفي التطور، وبالتالي كان النادي الأهلي بالنسبة لهم فكرة مهمة جدا للتجمع وتوحيد كل جهودهم الوطنية من خلال النادي الأهلي وأفكارهم الوطنية. يا باشمهندس، إحنا عندنا يعني سجل حافل لما تستعرضوا بإذن الله هيشوفوا رجالات الأهلي العظام اللي البعض بيحاول يسيء إليهم، حتى تاريخنا لا يسلم من الرجم. نشوف هذا التقرير، جانب من حياة إدريس راغب باشا. إدريس راغب بيك باشا هو أحد مؤسسين نادي الأهلي وعضو أول لجنة عليا للنادي. ولد إدريس راغب يوم الأربعاء 21 من أغسطس عام 1862 لوالده إسماعيل راغب باشا رئيس وزراء مصر عام 1882 وأول رئيس لمجلس النواب في تاريخ مصر. وأبدى إدريس راغب تفوقاً ملحوظاً في العلم، وكان يميل إلى العلوم والرياضيات حيث نال درجة عالية في العلوم الرياضية، وعمل في الصحافة حيث كان يراسل جريدة المقتطف أثناء طبعها في مدينة بيروت، وله بها الرسائل الرياضية والمقالات العلمية التي تدل على تفوقه في هذا المجال، وقد اختاره المجمع العلمي الشرقي عضو شرف فيه. وتزوج إدريس راغب من السيدة نظلة كريمة خاله المرحوم عبد الله باشا عزة الأرناؤوطي. وفي عام 1894 طبع كتابه الشهير المسمى طيب النفس لمعرفة الأوقات الخمس، والخاص بتعيين مواقيت الصلاة، وأهداه لعباس حلمي خديوي مصر، ورفع منه كتابا إلى السلطان العثماني عبد الحميد الثاني وآخر لجلالة شاه إيران. ونظرا لسمعته الطيبة وما قدمه في خدمة الوطن بالصدق والأمانة، عينته الحكومة المصرية مديرا للقليوبية، وأنعم عليه توفيق خديوي مصر برتبة البكوية في 23 من يوليو عام 1885، ثم أنعم عليه برتبة البشوية قبل أن يتم إعفاؤه من مديرية القليوبية. وفي الأول من فبراير عام 1897 أنعم عليه بالنشان العثماني الثالث. وفي عام 1910 أسس الحزب الدستوري الذي لم يستمر سوى لعام واحد، طالب من خلاله بأن يكون التعليم حرا على اختلاف درجاته، وأن المطبوعات حرة ولا تقيدها إلا القوانين العامة. وارتبط إدريس راغب باشا بالنادي الأهلي مبكرا، حيث كان أحد المؤسسين ومن أكبر المساهمين به، وكان أحد أصحاب السعادة الثلاثة الذين قاموا بضمانة قرض للنادي من البنك الأهلي عام 1908، وكان ضمن أعضاء أول لجنة عليا أو ما يعرف باسم مجلس الإدارة حاليا.
في الفترة من عام 1907 وحتى عام 1909، كما تولى منصب وكيل النادي في الفترة من عام 1909 حتى عام 1916. وساهم إدريس راغب بيك باشا بالجهد والمال في خدمة النادي الأهلي حتى وفاته في 12 من يوليو عام 1931 عن عمر يناهز 69 عاما. يا جمالك يا مصر، يا جمالك يا أهلي بولادك الذين أسسوك. احنا شفنا لقطات حية بتستعرض تاريخ مصر، وتشوف السكك وتشوف العربيات، شوف مجلس النواب اللي بالمناسبة والد إدريس راغب كان عضوا بمجلس النواب في أول برلمان أو أول مجلس للنواب في مصر، واشتغل في الصحافة، وبعدين علاقته بالنادي الأهلي كان أحد المؤسسين وأحد الذين ضمنوا النادي الأهلي عندما اقترض عشان يكمل رأس مال الشركة التي أنشأت النادي الأهلي. كان عضوا بمجلس الإدارة لحد 1909، قعد سنتين يعني، ثم وكيلا للنادي، تاريخ حافل بالوطنية وبالارتباط بالنادي الأهلي. وبعدين أحلى حاجة في الفقرة دي إنها بتيجي موثقة بالصوت والصورة الثابتة والمتحركة. هي دي قيمة الأهلي وقيمة رموزه عبر كل العصور الحقيقة. للأسف يعني محتاجين وقت كتير عشان نتكلم على رموز، لكن ربما كان برنامج الفنان الكبير مؤلفاته حتى كانت سامح السريطي بتدعم هذا الجزء أو بتعوض هذا الجزء في أن أنتوا بتشوفوا بالمستندات عروض مطولة لمحاضر مجلس إدارة النادي وقصص نشأة النادي الأهلي وتاريخه وتطوره ومواقفه. طبعا فنان بقى، سرده جميل. لا صحيح. يعني صحيح منذ قلت لكم في البداية على مباراة السعودية واليابان اللي الأستاذ ياسر المسحي الرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم دعا الكابتن محمود الخطيب لحضورها في استاد الجوهرة المشاع في جدة. المباراة انتهت بفوز السعودية 1-0 على اليابان، سجلوا فراس البريكان، وده الفوز الثالث للسعودية في المجموعة. فازت في المباراة الأولى على فيتنام 3-1، ثم فازت على عمان 1-0، وفازت اليوم على اليابان 1-0 في حضور الكابتن محمود الخطيب في استاد الجوهرة المشاع. يبدو أن الفريق السعودي يستعيد بريقه يعني. فوز على عمان وعلى اليابان مش سهل. وكان الكابتن محمود الخطيب محل ترحيب وحفاوة في استاد الجوهرة المشاع في جدة. ده بيفكرنا في البداية اللي احنا قلناها لكم، هي حفاوة لها تاريخ، والتاريخ كان عن سمو الأمير عبد الله الفيصل سنة 1957. كان الأهلي بيحتفل بمرور 50 سنة على نشأته، فاختار له أو اختار أن يحتفي به كزين النوادي. الجديد أن أنتوا هتسمعوا الفنان الأهلاوي الكبير والمطرب الكبير فنان عبد الحليم حافظ في بداية الأغنية. عندك تعليق قبل ما يعني نختم؟ هو الجميل في الموضوع احنا مش هنحكي، لكن مين اللي هيحكي؟ عبد الحليم حافظ. وإذا حكى عبد الحليم كلنا نسمع ونتصلط. فنسمع الفنان عبد الحليم حافظ وهو بيقدم قصة أغنية زين النوادي، ويقول لكم دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 9 مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير مع زين النوادي وقصة عبد الحليم حافظ عن قصيدة سمو الأمير عبد الله الفيصل. بمناسبة القصيدة لأداء سمو الأمير عبد الله، كنت في جدة والنادي الأهلي اللي هو عضو شرف فيه وأحد أعضائه لما أعلن عن الاحتفالات سمو الأمير عبد الله في حوالي 10 دقائق أصر على أنه يهدي القصيدة دي للنادي الأهلي، ويعني كلفني بأن أنا
اخلي الاستاذ محمد الموجي يلحنها واغنيها في الحفله دي. تحيه وجلالا، تحيه وجلالا، ايها النادي فانت زين النوادي، حليه الوادي. تحية وجلالا، تحية وجلالا، أيها النادي فأنت زين النوادي، حلية الوادي. تزهى على جمع فيها وآحادي، لله أيامك الغراء مشرقة، تزهى على جمع فيها وآحادي، لله أيامك الغراء مشرقة، تزهى على جمعين فيها وآحادي، سجلت فيها من الأمجاد مقهرة، سجلت فيها من الأمجاد مفخرة، عزت على كل إعزاز وإمجاد، سجلت فيها من الأمجاد مفخرة، عزت على كل إعزاز وإمجاد، عزت على كل إعزاز وإمجاد. خمسون عاما،
خمسون عاما من التاريخ قد خشعت لها القرون بأعوام وآباد. خمسون عاما خمسون عاما خمسون عاما من التاريخ قد خشعت لها القرون بأعوام وآباد. كانت سجل ليالينا تذكرنا بما مضى من تواريخ وأعياد. كانت سجل ليالينا تذكرنا بما مضى من تواريخ وأعياد. كانت سجل ليالينا تذكرنا بما مضى من تواريخ وأعياد. جمعت شمل بني مصر وجيرته في حاضر من أمانهم وفي بادي. جمعت شمل بني مصر وجيرته في حاضر من أمانهم وفي بادي. جمعت شمل بني مصر وجيرته في حاضر من أمانهم وفي بادي. جمعت شمل بني مصر وجيرته في حاضر من أمانهم وفي بادي. وكنت مشعلنا الوضاء نرقبه ليجعل الشمل في حفل وإسعاد. وكنت مشعلنا الوضاء نرقبه ليجعل الشمل في حفل وإسعاد. فيه تلاقى بنو أم وذو رحم كما التقى فيه آباء بأحباد. فيه تلاقى بنو أم وذو رحم كما التقى فيه آباء بأحباد. فيه تلاقى بنو أم وذو رحم
من كما التقى فيه آباء بأحفادي عاشت رحابك بالأرجاء شاسعة عاشت رحابك بالأرجاء شاسعة لساكني مصر بل للناطق الضالي تحية وجلالا تحية وجلالا أيها النادي فأنت زين النوادي حلية الوادي. كلام بجد شد وجذب خد وهات وهات.